حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أسعد الله مساءكم، مساءكم فرحة وسعادة، مساءكم بإذن الله صحة ونشاط وقوة. حتى لو إحنا في الظهر، حتى لو الدنيا حر، ما زالت تذكر سعادتك تصنعها بنفسك. أنا نزار باهبري، اليوم أحب أبدأ الحلقة بإني أرحب بضيفتي اليوم الدكتورة نسرين جستنية، وهي استشارية طب أسرة، بالإضافة إلى تخصص الدقيق فيها جودة الحياة وكبار السن. طبعا جودة الحياة ناس كثير تتكلم فيه، بس أنا أوعدكم اليوم، إذا أنت دحين في السيارة ولا أنت قاعد تسمعني عن طريق تطبيق ألف ألف إف إم، إنك أنت بإذن الله هذا اللي بعض الناس يقولوا لك جودة الحياة، إيش يعني جودة الحياة ولا تصعبها علينا. إحنا اليوم راح نبسط لك جودة الحياة اللي راح تلمس كل واحد وكل فرد بيسمعنا، بتحدي النهاية حقة الحلقة اليوم راح تعلمك معلومات كيف تقدر تجود حياتك، كيف تقدر تخلي حياتك شكلها أفضل. في أشياء أنت تسويها وإنت ما تعرف قديش أهمية في حياتك، وعلشان كذا من الأشياء اللي جدا تكون مهمة إنك أنت تشعر بالسعادة وتخلقها في يومك. وعلشان كذا الحمد لله اليوم أنا أقدر أقول إنه في شيء جدا بيخليني سعيد، إنه اليوم أبارك لفريق الاتحاد إنه حصل على دوري روشن. هذا الشيء أنا أبغى أسأل الدكتورة نسرين، أصلا هو كون إنه الاتحاد فاز وكون إني فرحان، هذا يجود حياتي جدا. أنا مبسوطة الصراحة، أبهرتني. أيوة، هذه واحدة من الشغلات اللي إحنا نقول عليها، الشخص لازم يكون عنده حاجة يشجعها يحبها، انبسط لما فريقه يفوز، سواء كرة قدم، أي نوع من أنواع الرياضة، مسابقات غير رياضية. فأنت اليوم تتمتع بجودة حياة ممتاز. يعني يبقى. يعني دحين الأشخاص اللي دحين يقولوا لبعض الناس مثلا، أنت يعني تطالع الكرة ولا أنت تطالع كرة السلة ولا أنت تشوف هذا الفريق، بلاش يا شيخ هذه التفاهة. هي حقيقة هي غير تفاهة، هي حقيقة جودة حياة. أنت المفروض أنك أنت تبحث عن شيء يحقق لك السعادة. بالضبط، شيء يدخل السرور لنفسك. أي نوع من أنواع الرياضة، أي نوع من أنواع المسابقات، هذه تفرح، تخلي الإنسان عنده هدف. اليوم أنت متحمس عشان تحضر، واللي حوالينك متحمسين، هذه جودة حياة. تمام. بكل بساطة يعني لو كان واحد مثلا في العيلة، مثلا في الاجتماع الأسبوعي، هو اللي مسؤول عن أنه يسوي نشاط أو مسابقة أو هذا، إحنا اللي لازم نقول له شكرا علشان أنت بتصنع جودة لحياتنا. جدا جدا. أيوة. وهذه شتنا نشوفها في حفلات العيد، لو لاحظت العوائل لما أيوة. يتجمعوا في مسابقات وفي أحد فاز، ما نقول كبرنا، ما نقول ما لا هذا ألعاب صغار، لا لا لا، هو ده الحماس اللي بيعطينا نوع من الإحساس بالرضا والسعادة. كثير جدا يا نسرين يتكلموا عن جودة الحياة، يعني يقول لك واحدة هي من أساسيات الرؤية، صحيح، جودة الحياة. بس الناس كده عندها يعني إيش جودة حياتي؟ هي لها عناصر جودة الحياة، يعني أول شيء نبغى نبسطه للناس، جودة الحياة لها عناصر ستة. بالضبط، ستة أساسية لجودة الحياة. إيش هي؟ طيب، جودة الحياة للفرد لها عناصر أو أعمدة زي ما إحنا نقول عليها. أول تمام. حاجة الأكل الصحي. ممتاز. بعدين نتكلم عن لحظة، وأول شيء الناس ينقهروا منه حكاية الأكل الصحي، بس حنناقشه. لا، الأكل الصحي مو لازم يكون طعمه مو كويس. أيوة، الأكل الصحي يكون مرة لذيذ. صحيح. طيب، رقم اثنين. الرياضة، وما نقول لك أجري الماراثون. الرياضة أيوة. برضو مو معناه إنك ترهق نفسك وتموت نفسك من التعب. تمام. نتكلم عن معتدل إحنا. تمام. النوم الجيد يسموه restorative sleep. هذا من جودة الحياة. هذا من جودة الحياة. لا تقول لي أنام 12 ساعة، مو معناتك بتنام كويس. لازم نعم. يكون النوم له جودة معينة، تدخل في درجات معينة من النوم وتصحى منه فريش، تقدر تسوي مهام يومك. هذول ثلاثة. طيب، بعدين نتكلم عن السوشيال نتوركينج والكونكشن، اللي هو إيش؟ الترابط الأسري. الترابط الأسري أو الاجتماعي. أيوة، الاجتماعي. الترابط الأسري والاجتماعي. الناس أيوة. الناس ما تدي أهمية، ما هي عارفة إنه هذا من جودة حياتك. أيوة. إنه يكون عندك ترابط أسري أو اجتماعي، يعني يكون أيوة. عندك أصحاب. بالضبط. كون إنه ما يكون عندك أصحاب، هذا
ما عندك جودة للحياة، ما عندك جودة للحياة. وبعدين نشوف كلام كثير، أبقى لوحدك، خليك لوحدك أحسن يكون. لا 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 لا، تحتاج يكون لوحدك لبعض الوقت، بس من جودة الحياة إنه يكون عندك شبكة اجتماعية أو شبكة علاقات. ممتاز. طبعا تضيف لحياتك، إحنا حنتعلم برضو كيف إنه الشبكة اللي حوالينك تكون تضيف لك جودة للحياة. حلو. طيب بعدين نتجنب المواد الضارة. أيوة. هنتكلم عن هذه رقم 5. أيوة، تجنب المواد الضارة. تجنب المواد الضارة. رقم 6. 6 أكتر شيء له علاقة بعصرنا، الاسترس، التوتر. الله. التوتر، التوتر. إنه قدر الإمكان حنفصل في هذا موضوع التوتر علشان نفرق للناس إيش يعني توتر، إيش يعني ضغوط، لأنه الناس عندها فكرة غلط، يعني يحسب إنه أنا كل ما كثرت شغلي ولا كل ما صار عندي هذا معناه توتر. لا، هو حقيقة التوتر تماما مختلف. فإحنا حناخد هذول الستة بس علشان نعيدهم مرة ثانية بكل بساطة. هم أول حاجة عندنا الأكل الصحي. الأكل الصحي. الرياضة. رياضة. بعدين نوم المشبع الجيد. نعم. ورقم 4 التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي. ورقم 5 المواد الضارة تبتعد عنها. ورقم 6 التوتر. التوتر. فهي بكل بساطة 6 عناصر حنفصل لكم هي واحدة واحدة، نقول لك إيش هي على واقع مجتمعنا أنت راح تسويها عشان جودة الحياة. بس لو واحد الحين بكل بساطة يقول لي هو إيش فائدة إنه يصير عندي جودة للحياة، يعني إيش انعكاسه علي أنا صحيا، إيش يعني الناس اللي يكون عندهم جودة حياة يعيشوا أطول، تجي عليهم الأمراض أقل، إيش يسوي جودة الحياة؟ طيب جودة الحياة لها مو بس علاقة بأننا نعيش أطول، إحنا ما نعيش أطول، نعيش أطول بطريقة تخلينا نكون مستمتعين بالحياة ومبسوطين. عمر الإنسان على الأرض الفرد مرة يعني لا نانو ثانية يعتبر بمقاييس الزمن الطويل اللي في الكون والمجرة والأرض وكل شيء. صحيح. هذا له غاية إنه الإنسان يكون مبسوط ومرتاح. صحيح. فإحنا لما نتعزز مفهوم جودة الحياة إحنا بنساعد الناس إنه يعيشوا أحسن. أنا بكل بساطة يعني أحب إني أعكسها بشكل تاني. أنا أقول دائما عيش حياتك، جودة حياتك عشان لا تعيش مع العل. بالضبط. تمام. يعني إحنا كلنا حنموت، هي الحقيقة الوحيدة اللي موجودة في العالم طبيا إنه كلنا 100% حنموت، هذا متعارف عليه في كل مكان في الدنيا إنه كلنا حنموت. لكن الشيء اللي جدا مهم إنك أنت تعيش منت مع العل، يعني منت تعبان طول اليوم. أنت ممكن تكون صحيا جيد لكن أنت نفسيا محطم، هذه ما هي جودة حياة. بالضبط. فإحنا نبغى لكل واحد بيشوفنا لازم تعرف إنه جودة الحياة حق من حقوقك، حق من حقوقك أنت كمان. جودة الحياة شيء جدا مهم علشان هو حق من حقوقك كإنسان، إنك أنت تشتغل على الستة علشان تقدر تعيش بصحة أحسن، مو علشان تكون قوي، علشان بلاش تعيش مع العل. يعني لا تطلب المساعدة من الناس، لا تفضل الناس هي اللي طوال الوقت قاعدة توفر لك حياة كريمة، خليك أنت مدي لنفسك حياة كريمة. بكل بساطة خلينا نبتدي بالأولى. أنا جدا دائما حأخر الأكل إلى الفقرة، لأنه حتيجي الدكتورة شوق معانا حنتكلم عن الأكل باستفاضة. طيب تمام. خلينا نبدأ برقم 2. رقم 2 دائما الناس يتكلموا عليها الرياضة. أنت دحين قلتي من البداية، أقول لك الرياضة إحنا مو قصدنا الصعبة. أيوة. إيش يعني إيش يتطلب مني أنا كجودة الحياة؟ مطلوب الحركة، الحركة بركة. طيب. مطلوب يعني لما نتكلم عن الرياضة، أنا ما بطلب من أي أحد إنه يغير تماما نظام حياته، وما بدي أكلف على الناس وأقوله لازم تسجل في جيم ولازم. أنت تقدر تسوي كل الحاجات وأنت مرتاح، وأنت ماديا قصدي طبعا ما يكون في ضغط عليه، ووقتك يسمح. تمام. طيب. إنك تحط هدف إنك تتحرك. لو لاحظت عندنا كده في الجوالات هذه الأجهزة الذكية. أيوة. عدد الخطوات. عدد الخطوات اللي أنت تسويها. إيه. هذه كويسة؟ معقولة جدا. ايوه، على الاقل خلي احد عادي دحين كده، انا دعوة الناس اللي بتسمعنا افتح جوالها وتشوف كم خطوة صوت. صح. وحتتفاجئ. صح، حتتفاجئ ان انت ممكن انك انت تكون سويت كثير. دحين الناس ايش يقولوا؟ انا ابغى افرق ما بين جودة الحياة اللي يقول لك انا اشتغل في دوام انا طول اليوم وانا اتحرك. هذا ما له دخل بجودة هذا له دخل بالراتب حقك. انه بس يجي لك راتب. لكن جودة حياتك انك لما تتمرن انت لازم تخصص جزء من مخك وجسمك علشان انت راح تسوي خطوات معينة. بالضبط. طيب. ايوه، عشان تسوي خطوات معينة، عشان تسويها وانت مرتاح ومستقبل انك انت بتسوي رياضة. هذا يعزز الصحة النفسية على فكرة، ويساعد. طيب. انه كل الهرمونات الاندورفينز تطلع، يريح من التوتر.
فهو له انعكاسات أخرى غير صحة القلب والدماغ. إحنا نتكلم عن شيء أبعد من كده. بعدين التوازن، بعدين الأشياء اللي إحنا نسويها عشان نحافظ على لياقة عضلاتنا هذه مرة بتفيدنا. أنا طبعا عيادتي في كبار السن أشوف هذا، إنه لما نبدأ صح عادة الأمور حتى مع التقدم في السن تصير أفضل. معليش، هم أنت أصلا كنت دائما تقولي لي إنه مسألة كبار السن هذا الناس عندهم فكرة غلط هنا عندنا في المجتمع، يعني يقولوا على كبار السن هو مين كبير السن ومين صغير السن. إحنا عندي لكم مفاجأة حقيقة، إنه لازم نعرف هو كم عمر هذا كبير السن. هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم بكل بساطة. دكتورة نسرين، أباك تقولي لي أصلا هم كبار السن هذول مين هم كبار السن؟ هو الناس ترى يعني يلخبطوا في الأعمار. أيوة الأعمار، إحنا إذا كنا بناخد بمنظمة الصحة العالمية، أيوة 65 سنة فما فوق يعتبر دخل مرحلة كبار السن، بس لسه يسموه ترى كبير سن فتي يونغ. أيوة، فهو في عندنا مرحلة حقة الشباب، أيوة، بعدين في عمر من 40 إلى 65، هذول يعتبروهم ما زالوا شباب. ميدل. هذا يعتبر منتصف عمر العمر. منتصف العمر. بالضبط. يعني أنا منتصف العمر علشان نكون واضحين، يعني ما في أحد يقول، لأنه كل دحين بدأوا الناس كلهم كل شوية يعني يكثروا لي من حكاية يا أبويا يا عمي يا أبويا يا عمي، أنا ما زلت منتصف العمر. تمام. بعد منتصف ويتي منتصف العمر ما في مشكلة خلاص. يعني كلنا لا. لا أيوة خالة، لا ما حد يقول لي الدكتورة يا خالة. يعني مرة ما لها داعي، يعني هي ما زالت منتصف العمر. بعد 65 يعتبر أيوة. كبير سن صغير فتي يونغ أيوة. إلدرلي أيوة يسموه كبير سن صغير إلى يس. عمر كم؟ إلى 74. إلى 74 يعتبر أيوة. بعدين من 74 إلى 90 لا إلين حاجة 80 84 أيوة. طيب هذا متوسط كبير متوسط سن كبير السن أيوة. يعني في واحد صغير كبير سن أيوة. وفي متوسط كبير سن أيوة. وبعدين في كبير سن أيوة. اللي بالضبط. هو فوق 85 إلى ربنا ما يتوفى أيوة. يعتبر هذا كبير سن أيوة. فالحمد لله لسه فيصير احنا نبغى لنا نجود حياتنا، يعني كل اللي هم زينا كذا يسموهم منتصف العمر يبغى لهم يجودوا الحياه عشان يقدروا يكملوا الى كبير السن. بالضبط، ما في وقت نقول فيه متاخر، تقدر تبدا في اي وقت، تقدر انت تسوي كل نشاطك، تقدر تضبط كل حياتك على كل مراحل عمرك. صحيح. فنرجع حقيقة. مره ثانيه للنشاط. انت قلتي يصير، هل يقدر وحده مثلا انا ما عندي مكان اخرج له، أقدر أسوي هذه الخطوات في البيت؟ أقدر أسوي الخطوات في البيت. أيوة. أقدر كذا، يعني كيف أسويها وأنا في البيت؟ أيوة هو إذا عندك حاجة تقيس لك الخطوات أيوة. مثلاً الجوال وكذا تقدر تتحرك في نفس البيت. بيتك. إحنا بس نبغى نركز على إنها أنت لما تبى تسوي تمرين لا حد يقول لي ما تقدر تسوي تمرين. إحنا لما نبغى نسوي تمرين علشان جودة حياتك عشان الخطوات، أنت في غرفتك بس يمديك إنك تسخر ربع ساعة، هذه الربع الساعة تمشي خطوات احنا بس اللي نبغاه عشان التمرين، انك تكون مركز انك راح تتمرن، مركز انك ما راح توقف، مركز انك بتسوي خطواتك وبتتنفس صح. هذا اللي مطلوب منك، مطلوب منك انك تسوي الخطوات في اي مكان كان وتتنفس صح. زي تتنفس صح لانه النفس جدا مهم. وما تتكلم مثلا بالجوال، ما تسوي ولا حاجه، انت قاعد تتريض، تسوي خطواتك. بالاضافه الى كمان احنا دائما بننصح بالدراجه الثابته صح؟ ايوه، او تمارين المقاومه كمان عشان العظام والعضلات طبعا. تمام. أيوة. تمارين المقاومه طبعا في ناس كثير، احنا عندنا في تمارين حاطينها يعني بكل بساطه اذا دخلتوا على نفس يعني نفس الحساب حق زومينج هيلث، نفس البرنامج حقنا، حتلاقوا في مقطع بس يبين كيف تقدر تقوي عضلاتك وتقلل خشونه الركبه وانت جالس في بيتك على الكنبه، ما يبغالك تسوي ولا حاجة. إحنا اللي طالبين منك المقاومة إنك أنت تمشي خطواتك داخل بيتك وتسوي المقاومة داخل بيتك، كل اللي عليك بس مجرد حبل مقاومة تحطه حوالين عضلاتك علشان تقدر تسوي بس كده، تسوي بيدك، تسوي برجلك، تسوي بأي حاجة عشان تقوي عضلاتك، علشان هذا الوقت اللي أنت تسخره هو هذا اللي ينفع لك صح؟ حقيقي. قد إيش
احنا بنحاول نركز انه هذا النوع من الرياضة عشان يقلل عليك التوتر، يرفع هرمون اسمه اندورفينز عشان يقل عليك التوتر كده، هذا اللي قاعد انت تفكر في مليون حاجة يقلل عليك، هذا مثبت علميا ما في اي نقاش، يحسن من مستوى السكر عندك، يحسن من مستوى الضغط عندك، يقلل المضاعفات حقتك، مرة ممتاز هذا، حافظ على التوازن، يقلل السقوط في كبار السن. أيوة في يعني أشياء كثيرة، الرياضة هذه المستمرة أو الحركة المستمرة تحافظ على اللياقة العامة، واللي نسميه إحنا الانديورنس اللي هو إيش؟ أيوة. قدرتك على تحمل إنك أنت تتحرك من غير ما تطيح، من غير ما يدوخ، من غير ما يترنح. دحين لو واحد مثلا على سبيل المثال، هذا جدا مهم، واحد عندك في العيادة مريض، هو بيقولوا لك هو يا دوب يقوم الحمام، فأنت تقومي تقولي لهم لا بس إحنا نبغاك تقوم تسوي زيادة، تقوم تسوي خطواتك، متى علميا المفروض البني آدم يقدر يتحسن لو داوم عليها؟ كل الناس يقدروا يتحسنوا بإذن الله. أول شيء كل الناس يقدروا يتحسن، الرغبة، إذا هو عنده رغبة وعنده استعداد إنه يلتزم بالتمارين. نعم. طبعا إحنا دائما يعني دائما نستعين بأخصائيين العلاج الطبيعي، ممتاز، والعلاج الوظيفي، لأنه دي شغلانتهم ومتخصصين فيها، ممتاز. والآن في جهاز جديد يقيس وانت ماشي إيش نقاط الضعف اللي ممكن تقويها بالذات في كبار السن، يحطوه على الكمبيوتر يقدر يشوف فين الميلة، فين العضلات الضعيفة، فين ممكن يحسن له التوازن. يعني الآن موجود هذا الجهاز، موجود عندنا، تقدر وإنت تمشي قدام الجهاز يحدد إنت فين العضلات اللي من ضعيفتك تخلي مشيتك ما هي كويسة. أيوة، أو يخليه مثلا قبل كده طاح وبدأ يخاف عشان كده ما يقدر يتحرك غير حركة محدودة، هذا تمام. حيحسنها. بعدين كمان في شيء جدا مهم انه الكل كمان يبغى يتعلم على حكايه الرياضه، انه هو حقيقه احنا ما نملك اي حبه علشان يصير عضلاته اقوى، الحركه الوحيده اللي تقدر تخليك تتحرك احسن انك تتحرك حقيقي، هذا ما فيها كلام. بالاضافه الى انه في يعني هو علميا كمان مهم جدا انه الناس يفهموا انهم لما يدخلوا المستشفى السرير حق المستشفى هذا جدا قاتل، صح؟ جدا، يفقدهم كبار السن يفقدوا 7 أضعاف الشخص المتوسط العمر أو صغير السن لو قاعد في السرير واحد يوم، كأنه قاعد واحد. في السرير 7 أضعاف يعني كل واحد مننا ممكن أنه يتنوم على سرير حق مستشفى يفقد من قوته 7 أضعاف لو قاعد 7 أضعاف كبير السن، لو كان كبير السن في المستشفى كبير السن. يعني بكل بساطة إذا كان كبير السن اللي احنا قلنا فوق 60 نايم على السرير واحد يوم في المستشفى، يبغاله على الأقل 4 إلى 7 أيام عشان يستعيد قوته اللي كان قبل ما يدخل المستشفى عليها. حقيقي، عشان كده دائما نسمع في المجتمع دخل المستشفى يمشي وخرج ما يمشي ببساطة. أيوة. لأنه فقد لياقته. فبكل بساطة أي شخص دخل المستشفى وما قدر يمشي لازم يعرف إنه الحكاية يبغالها تعب، مواظبة، استمرارية علشان يرجع لحياته، ولازم ما يفقد الصبر، لازم يعرف انه كل يوم انت في المستشفى بدون اي عمليات متنوم على السرير انت تحتاج من 4 إلى 7 عشان ترجع لوضعك الطبيعي، فاذا انت جلست اسبوع انت حتحتاج 7 أسابيع عشان ترجع لقوتك، بس كمان بمداومة بالضبط. طيب. ايوه تمام. فهذا بالنسبة للحركة. في عندنا ايش العنصر اللي بعده اللي احنا كنا نتكلم عليه؟ احنا كنا بنقول النوم. النوم، ايوه النوم، موضوع النوم. قديش النوم مهم؟ النوم قديش مهم؟ النوم من يعني أكتر النعم يعني اللي الواحد يستشعرها لما يجي له حالة أرق. نعم. ما يعرف الواحد قيمة النوم غير لما يجي له أرق، أو إنه يضطر مثلاً يشتغل 24 ساعة يواصل ويكون مرة مجهد مو قادر يفكر، يقول بس ادوني نص ساعة أنام وأصير كويس. صحيح. فالنوم من الحاجات المهمة لإنه الجسم يستعيد نشاطه، إحنا نسوي ريتشارج يعني. نعم. نستعيد البطارية تعيد نفسها، يفكر تمام. بطريقة صح، ياخذ قرارات صحيحه، جسمه يرتاح، يبدا يستفيد من المواد الغذائيه، في هرمونات معينه تفرز اثناء النوم بس، فحتلاقي انه شخص لو ما نام اداؤه يكون سيء اليوم الثاني. على مستوى جوده الحياه لازم على النمط العام انه نومك يكون نوم صحي مشبع. اديني النوم الصحي المشبع. ما اتكلم عن 12 ساعه ولا 6 ساعات ولا 4 ساعات، في ناس يقول لك انا تكفيني 4 ساعات، اذا هي تكفي 4 ساعات يدخل في نوم عميق بدون ما يكون نوم متقطع، من غير ما يتعرض لمثلا انقطاع في النفس او امراض النوم. نعم. يصحى ثاني يوم نفسيته كويسه، مو مصدع، مو تعبان، مستعد لاستقبال اليوم الثاني، هذا يوم، هذا نوم مشبع. مشبع. ايوه دحين في بعض الاشياء بيركزوا عليها دائما الناس، يعني يقول لك علشان انت تسوي
النوم النظيف صح؟ يعني الأشياء اللي تساعدك على أنه مثبتة أنها تساعدك أنك تدخل في النوم. رقم واحد أنك أنت ما تشوف الجوال علشان الجوال النور حقه يكسر الهرمون حق النوم صح؟ بالضبط أيوه. رقم اثنين إنها تكون الغرفة باردة درجة حرارة مناسبة إلى قدر عالي يعني. يكون بدون ضوء غرفة النوم صحيح؟ أيوه. ما يكون فيها صوت، ما في تلفزيون، ما في تلفزيون، هذا مو كويس التلفزيون مع أنه الناس أغلبها تنام على التلفزيون. أيوه وحطوه في غرفة النوم. أيوه أيوه وأحلم بالأصوات. أيوه وما يدخل في نوم عميق. أنا هذا بس أيوه ما في مشكلة يعني الواحد لازم يعترف. طيب فيصير علشان بس الناس تنتبه إنه الغرفة لما تكون درجة برودتها مهمة علشان أنت تقدر تدخل في النوم. بالإضافة إلى إنه في أشياء تبين إنه الناس يؤمنوا بالحليب الحار ولا الدش الحار ولا الدش البارد، أي واحد هذا اللي في سنة. ناس يتكلموا زي كذا، أنا أقول لهم الشيء اللي يريحكم يدخلكم في حالة نوم، طبعا الدش الدافي هو يهدي الأعصاب، يسوي يخلي الأوعية الدموية تتمدد. أيوة فالناس يحسوا إنهم خلاص تعبانين يدخلون. أيوة فبكل بساطة الناس اللي يعني تبغى إنها تنام وما بتقدر دائما الدش الدافي بس علشان يشرح الفكرة حقته، أي شيء دافي يخلي الأوعية الدموية تتوسع تصير كبيرة، من يوم ما تصير كبيرة يقوم ينزل الضغط حقك، فإذا نزل الضغط حقك تقوم أنت تساعد هذا الجسم إنه يقدر يدخل في النوم. إحنا إن شاء الله نكون قدمنا لكم حاجة تساعدكم للنوم، بس لا تناموا علينا إلا ما نخرج الفاصل ونرجع لكم. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم مرة ثانية بس نكمل مسألة أهمية النوم. النوم قديش مهم لصحتنا، يعني إيش الأشياء اللي مثبتة علميا إنه النوم مهم لصحتنا إحنا؟ النوم مهم لصحة الدماغ، النوم مهم لصحتنا النفسية، يقلل التوتر، يخلي قدرتنا على التعامل مع المؤثرات حولنا أحسن، فبالتالي الشخص يكون أعصابه أروق بعد ما ينام. النوم يسوي كويس المناعة، له أكثر من بحث إنه يقوي المناعة. جدا في كثير من الخلايا المناعية وده يعرفوا أطباء المناعة تشتغل في الليل أحسن، مقاومتها تعمل خلال الليل ومقاومتها للأمراض تكون في الليل. إحنا دائما هذه شغلانتك صح؟ هي هذه شغلانة. أنا دائما كيف أصورها للناس أقول لهم بكل بساطة علشان تعرف قد إيش إنه النوم مهم، عشان تعرف بس إنه يساعد المناعة. بكل بساطة تذكر أنت لما تمرض إيش أكثر شيء تسوي؟ تنام. الله خلق إنه وقت ما أنت تتعب تنام. لما يكون عندك أي مرض عضال أو حتى بسيط، يعني لو كانت إنفلونزا، لو كان أي مرض، الله خلق الجسم ينام علشان المناعة حقتك تقدر تكافح. بكل بساطة دائما أنا إيش أقول للناس، دائما يقولوا بطني توجعني، يدي توجعني، أظن أنه عندي مرض، أظن أنه خايف، أظن أنه كذا، لا يكون عندي ورم لا سمح الله، لا يكون عندي درن، لا يكون عندي حمى، لا يكون عندي التهاب بسيط، أنا مالي نفس أكل مالي. فلما نقول لهم دائما إحنا كطبيب من يوم ما أنت تجي وأقول لك وكيف النوم، تقولي والله ولا بنام. أعرف إنه أنت ما عندك مرض يعني شديد، ما أعرف، أعرف إنه عندك مرض، ما عندك مرض عضال، أنت عندك كثرة توتر. يعني دائما دائما إحنا نقول للناس إنه في عندنا كذا تريكات إنه المرض الشديد يجعل الجسم ينام. من يوم ما تنام مناعتك ما تصير بنفس المستوى حقا. وده حنشوفه في إجازة الصيف دحين كمان. الناس اللي ياخدوا الإجازة ويخربوا نظام نومهم، يصحوا في أوقات مختلفة، ما يناموا في أوقات يعني محددة، يسهروا كتير، يعانوا من مشاكل النوم في الإجازة. أيوه فهذا يؤثر على إنهم ممكن إنهم يمرض. شو أمراض الالتهابات الفيروسية، الأمراض عموما، يعني زي ما أنت قلت مكافحة الأمراض تقل لما الواحد ما ينام كويس. طيب خلينا كمان نتكلم إيش كمان في النوم حاجة جدا مهمة إننا نعرف الناس فيها. نقدر نقول لهم إنه في أشياء تساعد على النوم. أيوة. بس لو سمحتوا مو أول حاجة نسويها إننا نأخذ الأدوية.
ايوه. ومو اول شيء نضغط على الدكتور عشان يكتب لنا حبوب منومه او تنومنا. نعم. لازم نسوي كل الحاجات اللي احنا تكلمنا عنها الفقره اللي فاتت، انه غرفه النوم تكون معدل النوم، انه ما يكون فيه مؤثرات الجوال، انه الواحد يحدد موعد نومه، يقلل شرب القهوه والمنبهات هذه لبعد العصر او المغرب بالكثير اذا بينام كويس في الليل. تمام. ممكن استخدام بعض المساعدات اللي هي مو لازم تكون ادويه منومه، الميلاتونين. ايوه الميلاتونين، بس هذا مو اللي يعني الناس بتاخده كده في الصيدليه. لا. المفروض في شيء يوصفه الدكتور. ايوه ميلاتونين ممكن نستخدمه للناس اللي مثلا لما يجوا من السفر من امريكا او من مكان الفرق التوقيت فيه صعب فيعانوا انهم ما يقدروا يناموا. ايوه ممكن نستخدمه. تمام. هذا اول حاجه كان يستخدم فيها الميلاتونين، وبالنسبه للطيارين والناس اللي اشتغلوا شفته كده. تمام. بعدين لقينا في الدراسات انه كبار السن نقدر نساعدهم على صحه النوم وجودته ان نعطيهم ميلاتونين. يعني اذا كان بدأوا في مرحله انهم في كبار السن، اللي هم كبار السن يطير النوم حقه، يطير النوم حقهم، وسبحان الله قدره الميلاتونين الطبيعي اللي موجود في جسمهم تخف الافراز حقه، فنقدر نساعدهم انهم نديهم ميلاتونين. وعلشان كذا يقول لك انا ماني قادر انام، يعني ما اغطس في النوم، ما يشيني النوم قبل الساعه 2 1 هذا. فنقوم هذا وجدوا علميا انه في نقص في الميلاتونين، فانت تقدر تعوضهم هذا الميلاتونين. ايوه. بس بيوصف بدكتور، يعني بيجوكي توصفي لهم، مو يقدروا يشتروه بس كذا من الصيدليه ياخذوا الجرعه اللي يبغوها. انا خاف في موجود في الصيدليه، بس نخاف انه الناس تسويه بجرعات كبيره، يستخدموا الجرعه الكبيره قبل ما يجربوا الجرعه الاصغر، يستمروا عليها بدون داعي. طيب واللي يقولوا لك اننا جربناه والله ولا شفنا منه فايده؟ مو احنا هم يبغوا حبه نوم وكذا ياخذوها وتنام. أيوه. احنا الميلاتونين بنتكلم عن هرمون ينظم النوم، النوم السيركيديان ريدم. تمام. عنه. طيب ولو واحد كمان يقول لك اللي هم انا ابغى دائما احب اسوي دائما فقره متكرره لانها جدا مهمه، اخذ دائما الاخصائيين وجد، كيف انا اقدر اقلل من فرصه اني افكر قبل ما انام؟ انا اللي بيطير نومي اني طول الوقت قاعد افكر في نفس المشكله، القرض والاولاد واولاد الاولاد والبنت. إيه. كيف اقدر اسوي في هذه المرحله قبل ما انام؟ هذه تاخذنا لرقم 6 مهم. خلينا ايوه مهم. ايوه كيف إيوه. كيف نسوي في هذه؟ بس قبل اول حاجه انه لازم يكون عندنا اللي هو معرفه بنفسنا. ايوه سيلف اويرنس، احنا لازم نكون فاهمين ايش المشاكل اللي حوالينا. كمان حاجه مره مهمه لازم الانسان يفهمها، انه سبحان الله في الليل المشاكل تتضخم. ايوه هي اصلا لا شعوريا المشاكل تتضخم، لا شعوريا، فتلاقي الانسان يقعد يبني افكار ومخاوف، و90% منها من صنع الليل والخيال وانه لوحده، وبعدين يصحى الصباح يلاقي انه ضيع الوقت وما نام والموضوع ما كان قد كده يستاهل. الاوهام الاوهام اللي تجيك في الليل هذه لازم تعرف انت بعقلك الواعي انه لا الموضوع اكبر من حجمه، لاني انا في الليل وبفكر فيه زياده. تمام. تكسر الحلقه حقت التوتر. اول شيء تكسر الحلقه، بعدين ايش تقدر تسوي كمان؟ اي حاجه مثلا كانوا بيتكلموا على الكتابه حقت مشاكلك. ايوه ممكن تستعين بالكتابه لو هذه حاجه انت تحبها، مثلا تكتب مشاكلك الليسته وتشطب عليها. ايوه كل شويه تكتبها وترجع تشطب عليها، تكتبها وتشطب عليها لين ما يوقف مخك انه يفكر. أيوة. فيها. واحيانا الاشخاص مره كده كانت واحده قريبه تيجيها يعني توتر قبل ما تنام، تفتكر موقف معين سبب له هو شخص معين، قلت لها جيبي صورته واشخطي عليها خلاص. حلو. او طلعيه في الجوال وكل شويه اسوي كذا فيها حركه ارسمي عليها وانتهينا. أيوة. تقول انها حست بتحسن، فانت تعرف الخدع التركات النفسيه اللي تخليك تكسر حلقه المشكله. يعني المشاكل عاده 99% نقدر نتعامل معها. أيوة. و99% من الامور تمر بمرور الوقت، تقول هذا الوقت سيمضي. طيب صحيح. اللي ما يخليه يمضي الليل انك انت تكون محبوس في الدائره دي، فبالتالي اثر على نومك، وطبعا بعد شوي تبدا تقلق لانه انت تاني وعندك شغل وما نمت. صحيح. فتزيد. اقول لهم التوتر لازم نعالجه، لازم نبدا نفكك المشاكل حقتنا، لازم نتساعد نسمع خبرات الاخرين ونلجأ للناس المختصين لما يكون موضوع صعب. هو اننا نتكلم انت ككبير في السن ولا كذا، الكلام ومناقشه الاشياء اللي تدور في مخك هذا يهون عليك؟ هو هذا شيء اصلا علاج لكثير من مساله التوتر هذه؟ ايوه يعني شفت العلاج الجماعي الجروب ثيرابي. ايوه ايوه احيانا يصير بطريقه نقول عشوائيه ما هي مقصوده 100%. ايوه انه مثلا نتجمع دفعه الناس كلها تقريبا اللي راحوا المدرسه مع بعض الان هم كبار مع بعض. تمام. او في مرحله عمريه معينه امهات مع بعض عندهم اطفال في نفس المدرسه، يتكلموا عن المشاكل، حيلاحظوا انه في حلول ما جات في بالهم واحد طرحها.
تمام. أو إنهم كلهم بيعانوا من نفس المشكلة، معناتها هي مرحلة وتعدي. ممتاز. نفس الحكاية، الحديث عن المشاكل لشخص تثق فيه وحيديك مثلا نصائح جيدة أو إنه بيمر بنفس المرحلة وبيحاول يقاومها، هذه مرة تساعد. طيب حنرجع لرقم 4، كنا لأن هذه مرتبطة برقم 6 اللي دوبنا إحنا قاعدين نتكلم عليه. قلنا رقم 4 التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي هو هذا قد إيش مهم، حكاية الأسرة والتواصل وهذا الكلام. يا هو الإنسان، وبعدين ترى حديثا صار الإنسان والحيوان ما يقدر يعيش لوحده. آه كمان يعني كانوا دائما يقولوا الإنسان كائن اجتماعي، ترى حتى الحيوان كائن اجتماعي. حتى الحيوان يمشي في مجموعة، يمشي في قطيع، يعيش ويدافع عن بعض وكذا. فلازم الإنسان يكون له شبكة خاصة به من العلاقات الاجتماعية القريبة والأبعد، أسرته القريبة، أسرته اللي جاء منها، أسرته اللي ببنيها الآن، والحوالين والأصدقاء اللي هم ممكن يكونوا عامل كبير من إنه يعزز جودة حياته. عشان نرجع ممتاز لها. أنا للحين قد إيش أنا لو ولد ولا بنت بأسمع وشايف أمي ولا أبويا قد إيش مهم إني أنا أخلق لها فرصة لعمل الأصدقاء، قد إيش هذا يعني. لما إحنا مثلا أنا بعض الأحيان أقول للأولاد ولا للبنات أقول لهم هم في عيادتي، يا أخي أنت لما تبي تقول لأمك تبي تشترك لها في نادي ولا توديها لأي مكان، مثلا النادي الاجتماعي حق الحي أو أي حاجة تخلقها، هو أنت ما بتخلقها عشان تتريض، هي أنت بتخلقها علشان أنت تخلق لها جو من الأصدقاء. هذه مهمة صحيح؟ أيوة طبعا جدا مهمة، تحافظ على صحتهم النفسية وتعطيهم دافع للحياة. وزي ما قلنا هي جودة، هي بحالة واحدة من الأعمدة الأساسية لجودة الحياة، أنك أنت يكون عندك تواصل، شبكة تواصل. هذه مثبتة علميا الآن، هذا عليها دراسات كثيرة. أيوه. في واحدة من أكبر دراساتنا يعني كانت أذهلتني، هي دراسة من أكبر الدراسات اللي سواها سانفورد يونيفرسيتي على 25 ألف إنسان، تبعوهم لمدة 20 سنة، وجدوا إنه الأشخاص اللي يكون بينهم تواصل وعندهم أسرة قوية هذول حققوا نجاحات أكبر، وجاتهم الأمراض أقل، وجاتهم الجلطات أقل، وما دخنوا أكثر، وكان حياتهم فيها صحة أكثر. مسألة تواصلك وإنه يكون عندك حلقة من الأصدقاء، بس بشرط العيلة ولا الأصدقاء إنه ما يكون فيهم واحد نكدي أصلا، يعني هذا اللي دائما بيعرضك لإنه يتكلم عليك أو يقول كلمة، هذول الأشخاص أنت لازم تخرجهم من حياتك، لازم تفصل عليهم مهما كان هم قريبين منك. إذا كان هذا البني آدم بيسبب لك أذى نفسي، مهما كان هذا الإنسان لا يمكن إنك تعيش مع إنسان بكل بساطة هم الليل والنهار وبدون أي مراعاة لمشاعرك يسبب لك أذى نفسي. المفروض هذا تضع له حل مهما كان الشخص هذا قريب منك، أو يشتكي باستمرار. أيوه. أو داخل في حلقة مفرغة من إنه طول الوقت عنده مشاكل. أنا ما أقول لك تتخلى عن الناس اللي عنده مشاكل، بس في ناس يعني كومبلينر يشتكي كل يوم، هو عندهم شيء محزن محزن محزن. أيوه. أسوأ حاجة، هذا كمان يجيب لك النكد. فبكل بساطة إذا أنت كنت تبغى جودة لحياتك، خلي عندك حلقة كبيرة من أصدقائك من عيلتك، تتكلم معاهم، تشاركهم الأشياء اللي أنت بتسويها، هذا علشان صحتك، علشان تعيش كويس. بس افتكر دائما تقول الدكتور نسرين، ابعد عن الشخص النكدي والشخص اللي عنده كثير كل يوم ما يقابلك غير بقصه فيها هم دراما. ايوه الرجل هذا المرأة الدراما هذا خل. واللي يؤذيك نفسيا. نطلع فاصل ونرجع لكم. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم مرة ثانية بنتكلم عن التواصل الاجتماعي، جودة الحياة، الـ الأشخاص اللي يصنعوا لنفسهم فرصة إنهم يكونوا حوالين أصدقاء أو أشياء اجتماعية. إنك تروح مثلا في هذه الأيام، حتى لو أنت ما عندك مثلا أحد صاحب يبغى يخرج، أنت كيف تقدر تصنع لنفسك مشاركة اجتماعية صحيح؟ زي إيش مثلا ممكن الواحد يسوي؟ حاجات كثيرة ممكن الواحد ينخرط فيها في أنشطة اجتماعية، منها الألعاب،
إذا كان نقدر نسوي كده نتكلم مع أشخاص بيمروا بنفس المرحلة، ندخل على جروب على فكرة التليفون مو دايما سيء، جروبات الواتساب هذا نشاط اجتماعي والتفاعل اللي بيصير عليه من غير ما يزعلوا ويمشوا من أيوة. الجروب هذا هذا أيوة. عليه كمان دراسات حكاية أيوة. التواصل عن طريق الواتساب أيوة. هذه الجروبات أيوة. إنك أنت تنشر واحد يعلق لك واحد يقول لك واحد هذا فيه تواصل اجتماعي فيه جودة للحياة جدا. وفي كمان يعني أنا أشوف جروب والدتي وكده يحمسوا بعض على شغلات معينة مثلا يسووها في اليوم أيوة. إنه اقرأوا حزب أو اقرأوا جزء من القرآن وبعدين يرسلوا فيها يسموها positive reinforcement يعني حاجة إيجابية توكيدية أيوة. إنه أنا أقدر أسوي كده فلانة خلصت فلانة سوت شيء معين طبخة معينة هذه كلها شبكة اجتماعية ممكن تحققها وأنت جالس في البيت يعني مجرد إنها مثلا على سبيل المثال بس إحنا نبغى نتأكد إنه الجروبات اللي طول ما فيها ما فيها يعني نقاشات تؤدي إلى المضاربة إنها أنا حتى لو أوصف وصفة حق الطبيخ وواحدة تقوم تسويها وبعدين ترسل لي هذا في مشاركة اجتماعية هذا مشاركة اجتماعية هذا تفاعل أيوة. هذا يجود الحياة جود الحياة جدا تمام أيوة. إيش كمان في أشياء الناس ما تنتبه لها مثلا لما أنت تروح تلعب مع أبوك أو أمك أو حاجة تسوي أي نوع من الألعاب زي مثلا الضمنة زي الكيرم زي أي حاجة زي كذا زي اللي مثلا على سبيل المثال اللي يكونوا كبار ولا أحد يروح يلعب بلوت أنت إيش تقولي لهم مثلا في العيادة قول لهم استمروا في لعب البلوت أنا لعب البلوت إنقاذ أيوة هذه واحدة من الأسئلة اللي أسألها عندك اثنينية عندك تلوتية تروح لأصحابك تلعب بلوت أيوة. وعزز عليها عشان الأولاد ممكن يعتقدوا إنه أبوهم بيتعب أو إنه مو هذه من الحاجات اللي مو لازم يسويها أيوة. أنا أعتقد إنه هذه من الحاجات اللي لازم الإنسان يستمر يسويها أيوة. اللعب والحماس وإنك أنت تكون تسوي شغلة وتسوي هذه الاختبارات الذهنية الألعاب هذه كلها تعتمد على الحساب وعلى الملاحظة هذه شغلة الدماغ وهذا يحافظ على صحة الإنسان يحافظ على صحة الذاكرة والإنسان يحافظ على والذاكرة بشيء الحين مثلا مرة الناس يهتموا بحكاية الذاكرة هذه جدا إنه أنا أبغى دائما حتى مهما أعيش أبغى ذاكرتي تكون كويسة هذه الأشياء تحسن الذاكرة تحسن الذاكرة وحتى لو الواحد مصاب بنقصان في الذاكرة تقلل مستوى التدهور لقوا إنه الألعاب الذهنية هذه عليها دراسات تنشط الدماغ سواء بالكلمات بالألوان بالصور بالحساب زي ما إحنا بنقول أيوة يعني مثلا على سبيل المثال بس علشان أبغى أكد من الأشياء اللي إحنا ممكن إنهم يسووها اللعب حق الضومنة يحسن الكيرم كيرم البلوت الملوت أي حاجة أي لعبة فيها حركة حقت يد ودماغ وحساب بالضبط وصور بعدين أيوة. ملاحظة تعتمد على المشاركة التعاون مع الفرق هذه الحاجات كلها مهمة طيب وبعضين في بعض الأشياء كمان اللي تساعدك الحين انت قلتيها مثلا حفظ القرآن هذا يساعد الذاكرة حفظ ايوه الحفظ والقراءة القراءة عموما عليها دراسات موثقة الناس اللي تقرأ ذاكرتهم يحتفظوا بيها لأطول وقت ممكن ولما يبدأ تدهور في الذاكرة احنا نقول له استمر في القراءة لانها تنشيط لأماكن معينة في الدماغ يعني بكل بساطة اي واحد بيحس انه ابوه ولا هو بدأ ذاكرته ما تكون قوية عليك بالحفظ تداوم على القراءة والحفظ بالقراءة والحفظ هذه تحسن من الذاكرة حقتك المشاركة في الألعاب هذه تحسن من الذاكرة حقتك جدا أيوه. تمام يصير هذا شيء جدا جدا مهم إنه لأي ولد أو بنت أو إنسان عايش على ظهر الكرة الأرضية إنك أنت تخلق لنفسك الفرص اللي أنت تقدر تشارك فيها أنا الحين بس أبغى أكد على ثلاث نقاط كون إنك أنت تخلق مثلا مجموعة حتى لو رحتوا مثلا قهوة وكان عندكم اجتماع كل يوم ربوع عشان القهوة هذا جدا مهم لصحة حياتك لو كان في حفظ أحسن وأحسن لو كان في قراءة أحسن وأحسن لو كانت هذا الاجتماع كمان في أي ألعاب يكون أحسن وأحسن وأحسن ولو رحت وإنت كمان تمشي يكون هذا مرة كويس لو رحت قبل الاجتماع ومشيت لمدة ربع ساعة يصير كده سويت كم واحدة من العناصر هذا شيء جدا مهم علشان حياتك علشان ذاكرتك إنت تبغى تعيش بس تكون ذاكرتك شغالة كويس صحيح جدا تمام طيب نجي للنقطة اللي بعدها كانت الأشياء الضارة الضارة الامتناع عن المواد الضارة إيش المواد الضارة طيب المواد الضارة إحنا نتكلم عن كل شيء موجود سواء نبدأ من مثلا من التدخين
شرب الكحول، التدخين بكل أنواعه، عشان نفصل لا أحد يقول إنه إحنا نعني السجائر، إحنا بنتكلم عن التدخين يعني إيش؟ يعني كله إرجيلة بواي بأي حاجة تدخل جوا الفم، أي حاجة تطلع دخان سوري تطلع دخان هي تدخين. تدخين عشان الناس لازم تكون مرتبة. بس هم يقول لك يسوي عشان يعني طفش هذا يعني يحمس لنا اليوم إيش نسوي طول اليوم على الأقل بنأرجل. أيوة نجلس في الليل إيش نسوي نسهر ونأرجل. طيب هي الفكرة إنه أقوى شيء إنك أنت تكافح العادات السيئة إنك ما تبدأها. طيب أنا يعني اللي بس إذا أنا بادئها، إذا أنت بادئها لازم يكون عندك رغبة إنك تمتنع، وبعدين في شيء اسمه حلال واستبدال. يعني أنت لما تبطل أرجيلة أو تبطل تدخين لازم تسوي عادة تانية تأخذ فيها الوقت اللي كان تقضيه في العادة الأولى عشان تتخلص منها. أيوة يعني والاستمرارية. أيوة يعني دائما اذا انت كنت بتبطل من حاجه لازم يكون في استبدال جدا. ايوه وكمان لا تيأس، يعني واحد جرب يوقف تدخين 50 مره وفشل يجرب 51 صح 52. نستفيد من الفتره اللي ما بيدخن فيها على الاقل. طيب لا تقول حتى يعني التحبيط في الاصدقاء، انت كم مره تقول ذا الكلام وترجع تاني؟ صحيح خليه لا تقوله، خليه خليه يقول ويرجع تاني. ويرجع تاني صحيح. طيب. ولا إنه ما يبدأ أبدا بأي حال من الأحوال. أيوه. من الأشياء اللي كمان الناس، هل إحنا نعتقد دائما إنه القهوة والشاي من الأشياء الضار؟ كله باعتدال. القهوة والشاي كويسة والقهوة عليها دراسات. القهوة يعني عليها دراسات. صحيح. أيوه. لكن كمان الغلو والزيادة، أي شيء تأخذه لمنحة كده مرة قوي وباستمرار يصير ادكشن، يصير ادمان. واحده دائما من الناس اللي ما يعرفوا ان القهوه من اكثر الاشياء اللي عليها دراسات للكبد، صحيح؟ ايوه القهوه جدا ممتازه للكبد، يعني اي احد دائما يفكر في حكايه الكبد حقه ونشاط الكبد، من الاشياء اللي مثبته علميا هي شرب القهوه. بس للاسف الشديد انه هي شرب القهوه الامريكيه. ما عندنا اي بحث لسه عن القهوه العربيه، يا ريت نسوي حاجه عن القهوه العربيه عشان نعرف قد ايش تكون. وفي اهتمام دحين بيها، انت عارف عامل القهوه العربيه احنا عندنا. أيوة. بس لازم نهتم بيها. هم طبعا لما يصنفوها حسب تحميص البن. تمام. فمعظم الدراسات على هو الميديوم والروستد، الدارك روستد. احنا قهوتنا تعتبر ما هي يعني ما هي ويل روستد، ما هي محمصه جدا. أيوة. فهذا اللي نحتاج انه نسوي عليه دراسات، لانه الكميه اللي تحترق من الأروما اللي هي نكهة القهوة تختلف حسب تحميصها. تمام. أيوة. فإحنا ما زلنا هذه تعتبر أقل من القهوة السوداء. إيه. فعلشان كذا لسه ما عليها دراسات على المحافظة على الكبد زي ما هي. أيوة. نحتاج. وطبعا عليها إضافاتنا إحنا الخاصة. أنا متأكد إذا كنا نبي نسوي أي دراسة على القهوة العربي حنلاقي ناس كثير ممكن تتبرع إنها تدخل على دراسات. أيوة طبعا. مرة في يعني حب. لأنها جزء من العادات الاجتماعية والشعبية. أيوة. كلتشر. قهوة. فبالتالي من باب أولى إننا نسوي لها دراسة. نسوي لها. ألف مبروك لكل واحد يحب القهوة. إذا أنت تحب القهوة وتشربها كل يوم كبدك إن شاء الله يكون كويس. هنخرج فاصل ونرجع لكم. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم، رجعنا مرة ثانية إلى جودة الحياة وكيف تخلي حياتك أجود. لازم تعرف الأقسام حق جودة الحياة، لكن في قسم إحنا أخرناه اللي هو الغذاء. صحيح، إحنا دائما قلنا الغذاء اللي هو كويس. إحنا اليوم نبغى نقدم، بحكم أنه جات الدكتورة شوق معانا، هي يعني ضيفة دائمة معانا عن التغذية مع الدكتورة نسرين. أول قولي لي إيش هو يعني الأكل، يعني اللي أنت تبغي تقولي هذا الغذاء الكويس عشان جودة حياتك. عشان جودة حياتي لازم أكون راضي عن الأكل. أيوة. يعني أنا ما نتكلم عن الأكل الصحي، مو يعني أكل طعمه مو كويس ولا أكون مغصوبة عليه، ما في جودة حياة. لازم ما في جودة حياة، لأنه جودة حياة. أيوة إحنا لازم نتفق إنه الأكل إذا كان كويس يفرز هرمون حق السيروتونين اللي يديك السعادة. السعادة. أيوة يعني أي أحد فيكم كذا يأكل الأكل وبعدين يحس إنه نفسه ينام ولا كذا، هذا سيروتونين، هذا حق السعادة. جميل. تمام. فهي بتقول أهم شيء إنه مو لازم، ما هي مسألة إنه صحي إنه يكون مطعم، لازم يكون طعم وتكون انت مستسيغه. فاحنا لما نسأل يا شوق، هي اصلا ايش بيقدروا الناس يسووا؟ دين حاجه من يعني عاديه تجود حياتنا. طيب تمام. طبعا احنا ما نبغى فكره الحرمان في الاكل ابدا، ما نبغى نحرم الشخص نقول له لا تاكل ده وده عشان يعني
نمشي على أكل صحي، وما نبغى كمان نعطيه أكلات أو خيارات للأكل تكون غير مستساغة زي ما قالت الدكتورة. فالشخص يقدر يأكل اللي يبغى، اللي يبغى. شوية تعديلات نقدر نعملها في طريقة الطبخ أو في المكونات تغير السعرات وتغير كمان قيمة الأكل. أول شيء أبغى بذلك هو السعرات. إحنا قد إيش يعني لو نبغى ندي للناس فكرة قد إيش واحد مثلا يكون يعني في عمر مثلا 60 70 كم يبغى له سعرات حرارية عادة ليومه؟ غالبا نأخذ المتوسط من 2000 ل 2400 كالوريز، هذا كمتوسط. طبعا في كثير عوامل تدخل فيها، بس خلينا نتكلم بشكل عام الآن. نقسمها على 3 وجبات رئيسية، نقسمها على سناكس بين الوجبات. طيب أنا لا بس دقيقة، عشان بس أنا بخلاف، أنا أبغى أتكلم يعني هذه أول شيء نتفق إنها 2400. هذه 2400 إحنا لها تقسيمة يبغاها تكون على مدار اليوم. هذه 2400 لو أنا أبغى أضربها مثال، خلي أديني مثال حي، كم 2400 هذه؟ طيب. يعني إيش تدينا مثلا؟ خليني أنا أبغى أخذ وجبة بروست، كم هذه؟ أنا واحدة من الأشياء اللي جدا جدا حقيقة أفادتني إنه يعني أشكر حقيقة الوزير الربيع حقيقة وكل اللي كانوا قائمين في وزارة الصحة من يوم ما خلوا إنه في السعرات الحرارية موجودة في الوجبات في المطاعم. مهم. هذا حقيقة مهم. نقلة خيالية للبلد. يعرف الشخص قديش بيأكل، قديش هو أكل من احتياجه، قديش باقي له. طيب. جدا ممتاز. قديش وجبة مثلا البروست؟ ولا ديني أي حاجة يفهموا 2400 كم؟ طيب خلينا نقول طبعا 2400 كمية تتقسم على وجبات، ما هي على وجبة واحدة طبعا. خلينا نقول مثلا الفطور يقدر الشخص يأكل فيها حبتين بيض، يقدر يأكل فيها خبز شامي. كم الحبتين البيض؟ يعني كسعرات؟ أيوه كسعرات. تقريبا 200 كالوريز. أيوه. علشان يعني إحنا نبغاك تحسب كميتين. أوكي 200 كالوريز. ممكن العيش. العيش كم الربع الشامي؟ خلينا نقول نص، لأن 2400 ما شاء الله فيها كمية كبيرة. طيب. تقريبا 150. النص عيش في 150؟ أيوة تقريبا نص في بس 150؟ أيوة. تمام. مثلا لبن. اللبن. سلطة أو خضار مثلا. اللبن مو مرة كثير. هنا البوينت احنا دحين ذكرت لك أشياء بشكل عام، هنا الشخص كيف يقدر يضبط في أكله بحيث يستغل الكالوريز، يخلي عنده مساحة. أيوة في باقي يعني يوم تصير كذا ذكي. أيوة. كيف يكون عنده مساحة في باقي يوم ويقدر يأكل شوكولات لو يبغى، يقدر ياكل ايس كريم. انا بتكلم على اشخاص اللي ما عندهم مشاكل صحيه، شخص إيه؟ عمره فوق ال 65 او 70 ويبغى ياكل وما عنده مشاكل صحيه يقدر ياكل هذه الاشياء. ممتاز. فايش ممكن نسوي؟ مثلا البيض يكون يعني كيف الطبخ، الناس طبعا بتحط زيوت بتحط كميات، ليش مثلا ما يكون البيض ممكن لوحده ينطبخ من دون زيت؟ كيف هو حيسوي بيض؟ يصير. او خيار ثاني البخاخات، ممكن صفر كالوريز او صفر فات يكون فيه. فهو بدل ما يستخدم هذا يقدر يستخدم البخاخ، زيت البخاخ بسيطه، واصلا هي كلها فيها ما فيها صفر كالوري. ايوه صفر ما فيها شيء، وفي نفس الوقت اخذ الغرض، هو ليه بيحط الزيت؟ عشان لا يلصق، عشان لا يلصق. صحيح. فاحنا كده ادينا الغرض وما في سعرات، وهنا البيض صار فقط الكالوريز اللي فيه اللي قلنا عليها. ممتاز. طيب هذه كفكره. منتجات الحليب كلها لوفات قليلة الدسم، كلها قليلة الدسم تفرق في السعرات. تفرق. ممكن شخص، هي كيف تفرق في السعرات؟ اللي فيه سعر، اللي فيه دهون كاملة 150 تقريبا. تمام. اللي ما فيه تقريبا 100. تمام. ففي شخص ممكن يقول 50 بس قليل، لا هي 50 على 20 على 50. تقدر تأكل أشياء تانية، أشياء تانية أنت تحبها. تمام. طيب أبغى أسألك سؤال، هو العيش يفرق العيش الحب عن العيش الأبيض عن هذا؟ يعني هو في شيء الشابورة أقل سعرات من العيش الحب مقارنة بالعيش الأبيض، هو يفرق هذا؟ طبعا هذه الناس دائما بيلخبطوا فيها. إيه؟ في ناس تفكر أن السعرات أقل في الأسمر من الأبيض، لا هي نفس السعرات، الفرق فقط في المكونات. العيش الأسمر بيكون فيه عناصر غذائية أكثر، لأنه بيكون زي ما بنقول بقشرته. تمام. القمح بيكون بقشرته، في ألياف أكثر، في عناصر غذائية أكثر، معادن أكثر، بينما الأبيض بتكون هذه الأشياء أقل فيه، لكن كسعرات كلها نفس السعرات. نجي سألتني على الشابورة، يعني إحنا بنقول 3 حبات شابورة تقريبا بتعادل الربع. 3 حبات شابورة زي ربع عيش. ربع عيش. أيوة. يعني هذه كلها كبدائل. كيف الشخص يعرفها؟ بالإديوكيشن، بالتعليم. ممتاز. لازم يعرف، لازم نعلمه. ممكن أحيانا نعطيه ورقة فيها بدائل يصير هو يعرف، ومع الوقت هيعرف هو إيش يختار، يعرف إيش اللي فيه كالوريز أقل إيش اللي أكثر. طيب أبغى أسألك، إيش هو لو جيت وأقول لك أديني دحين هذا النص العيش،
كم يوازي ملعقة رز؟ يعني أنا عارف الرز ممكن يختلف في شيء بزيت كثير والناس أيوة. ممكن تقلل الزيت بس يعني بشكل عام بشكل عام نص العيش تقريبا من 8 إلى 10 ملاعق رز 8 إلى 10 ملاعق رز. وطبعا لو إضافات الرز طبعا تختلف بتزود قيمته بتزود الكالوريز اللي فيه يعني لو أنا دحين أبغى يعني في الجوع اللي يمكن هالكني أبغى أفرق بين الأرزاز أية اللي أكثر كالوري السليق البخاري الزربيان أي أديني كذا كابل دي حاجة أقدر أفرقهم أديني الخفيف وأديني الثقيل طبعا أخف حاجة كل ما قلت المكونات في الرز أيه؟ كان أقل في الكالوريز كل ما أنت حطيت إضافات كانت أكثر تمام. فنقدر نقول يمكن السليق أكثر بحكم الحليب والقشطة وعلى حسب الإضافات في ناس بس تحط حليب في ناس لا تحط حليب وقشطة وكريمة يعني فكل... يفرق لو هو حط حليب وقشطة مقارنة لسوا بس بالمرقة بس بالمرقة ولازم حليب طبعا ايوه لا أيوة. ممكن في ناس ياكلوا في الطايف بدون مرقة طايف بدون حليب فبس حتى السليق اقدر انا اقلل السعرات فيه كيف الحليب يكون قليل الدسم اللي استخدمه تمام القشطة ممكن استغني عنها اذا مره ما تقدر حتى خيارات القشطة اوكي هي لسه ستيل عاليه في الدهون لا او في عشانها كريميه بس نقدر ناخذها قليله الدهون او لايت خفيفه تمام. هذه كلها بتقلل من الكالوريز بتقول لي قد ايش انا بديك تقريبا نقول 30 50 ممكن حتى توصل 70 كالوريز بين يعني اني انا اخذ شيء قليل الدسم او خالي الدسم وشيء كامل الدسم يعني لو انا دحين ابغى اعدها يعني انا دحين حقول مثلا 8 ملاعق رز تسوي لي تقريبا 200 كالوري اقل وبعدين معها 160 لو اضفت وربع دجاجه لو اضفت يعني كمان الفخدة. نقول الفخذه مع هذه ربع الدجاجه تقريبا 100 جرام 100 جرام تقريبا فيها زي 150 كالوريز 170 كالوريز ويفرق كمان لو شلت الجلد لو كمان. شلت الجلد طبختها قبل يعني شلت الجلد وبعدين طبخت. بعدين طبختها تقل الكالوريز تصير مثل تقريبا 120 فيصير كمان هذه يعني تقريبا ربع دجاجة مع 10 يعني ملاعق رز 10 ملاعق رز مع مثلا خلينا نقول السليق 10 ملاعق تقريبيا تمام. مع ربع دجاج مع السلطة انت كده اخذت كل المجموعات الغذائية لانه فيها بروتين فيها حليب فيها حبوب تمام. وكمان فيها خضار هذه كلها توصل لها 500 كالوري انت 500 هذه سويت وجبه كويسه 500 600 انت سويت وجبه ايوه من ال 2000 لسه باقي لك 1500 في الليل وباقي لك طيب ابغى انا بتكلم على اشياء صحيه يعني مثلا الدجاج بدون الجلد الحليب فرضنا انه هو طبعا كل ما اخذتها بكميات الدهون انت كذا قللت فرصتك انك الباقي الوجبات أيوة. لانه حتوصل اكثر بس ابغى ابين في نقطه يعني جدا مهمه دحين في الغذاء هذا الصحي يعني عشان نساعد الناس كل ما زود يعني البروتين وقلل الملاعق الرز هو يقدر يدي لنفسه سعرات حرارية أقل هو الرز بيرفع السعرات الحرارية أكثر ولا لا؟ كلهم متعادلين في السعرات بس هو على حسب الكمية وإنه إيش فائدة ليش أنا أبغى أزود فكرة البروتين وأقلل الكربوهيدرات عشان حكاية الشبع هي كسعرات الواحد جرام من الكربوهيدرات هو واحد جرام من البروتين نفس الشيء نفس السعرات أيوه. بس الفكرة إن البروتين بيحسسك بالشبع بيملي المعدة فكمية الأكل بتقل تمام. بينما لما أنت بتاكل كربوهيدرات أكثر هتلاقي نفسك ما شاء الله أكلت ممكن بدون توقف بعدين افتكرت أنه أنت لسه ما أكلت بروتين لسه ما أكلت ألياف مثلا طيب فيصير بكل بساطة إحنا دحين حاولنا نضرب لكم كم تقريبا الخمسمية حنرجع لا نبغى نفصل زيادة عشان نبغى الناس تعرف إيه الملوخية أحسن ولا البامية الدبة هذه كل الأشياء مهمة أكيد. والشاورما مقارنة بالبرجر والبيتزا يعني هذه ترى نبغى اليوم نديهم كل الخيارات إن شاء الله ما يكونوا جيعان رايح نخرج فاصل ونرجع لكم حياتنا مع الدكتور نزار باهبري ورجعنا لكم لو نبغى نحسب من الأشياء اللي الناس تأكلها زي مثلا خلينا نقول صحن من ملوخية أو يعني صحن عادي متوسط زي اللي في كل البيوت ملوخية مقارنة بمثلا دبة مقارنة بالبامية هي إيش قد إيش تقريبا كمتوسط فيها بس علشان ما زلنا إحنا بنشتغل في حكاية 2400 وحدة حرارية هذه بالنسبة خلينا نقول الإدامات هذا النوع أيه. من الإدامات الخضار دائما ما يعني ما نعتبر لها كالوريز لأنها تكون مرة قليلة فيها تمام. هي المشكلة على الإضافات اللي بتصير
يعني احنا مثلا نقول طبقنا مثلا بربع دجاج، خلينا نقول ان الصحن قدام الشخص صحن في ربع دجاج، هنا انا بركز على الكالوريز اللي من الدجاج. تمام. طيب لو انا شلت الجلد مثلا في المرقة حقته، فأنت مثلا ما تركزي على الملوخية قصدك؟ ايوه، ما هي مرة المشكلة جاية من الصلصة ولا جاية من الصلصة؟ أيوة. جاية من الزيت اللي في البداية ينحط كميات. أيوة. ما شاء الله، غير الدهن اللي في الدجاج. انا بقول يعني تقدر تاكل الملوخية والبامية وكل حاجة اكل البيت نفسه، بس حاسب على الدهون، تستخدم اذا مرة تبغى البخاخ، البخاخ او ما تحط شيء، لانه اصلا الدجاج لما بينطبخ بينزل دهون. أيوة. حتى لو بدون الجلد بينزل كمية، يعني حتى أحيانا يعني أنا أشك أقول معقول أنا يعني، بس أنا أكون عارفة أنا اللي مسويته إنه ما في أي نقطة دهن أنا حطيتها، فالدهن اللي جاي من الدجاج يكفي بزيادة. طيب، فأنا لو بحسب مثلا بدون الجلد ربع دجاج في صحن الملوخية، بحيث إني أنا مثلا ما استخدمت دهون، استخدمت الطماطم بدل الصلصات والأشياء هذه، أقدر أقول يعني في الصحن هذا يمكن 170 كالوريز. ممتاز. لكن إذا أنا أضفت عليها الصلصات توصل 300. أيه. فأنا يعني أنا كده زي ما قلت بدي مساحة أكبر إن الشخص يقدر ينوع في أكله، إنه ممكن يأكل الأشياء اللي يبغاها، يأكل يعني الأشياء اللي يحبها خلال اليوم. خليني دحين أروح للي لما أخرج برا للسوق دحين، هل إحنا عندنا مثلا متوسط لصحن مشوي مشكل يعني اللي واحد عندنا متوسط لتقريبا قديش كالوريز هذه؟ لأنها كلها بروتين ساعتها تقريبا 400 كالوريز. 400 لأنه هو بيشيل، هو صراحة يكفي شخصين عادة، بس هم بيقولوا حق شخص، بس هو شخصين، ف 400 كالوري للشخص كثير. لو أنا عارف إنه الشاورما صارت خلطات كثيرة والبرجر خلطات كثيرة، بس هو لو أخذناهم يعني كوجبات، البرجر مقارنة بالبيتزا مقارنة بالشاورما هي أي شيء أكثر؟ الشاورما هي الأقل. الشاورما هي الأقل؟ لكن أيوة، الشاورما التقليدية اللي بس هي الأقل سعراتا. أيوة، مقارنة بالبرجر مقارنة بالبيتزا، لأنه البيتزا والبرجر أصلا طريقة عملهم أو كيف بنحضرهم مليانة أشياء صوصات ومليانة دهون، هي أكيد لك بالطريقة هذه. لكن الشاورما مشوية إضافاتها بسيطة، أنا بتكلم عن الشاورما التقليدية. تمام. بس طبعا مع الإضافات والصوصات أنا أقدر أقول إن البرجر صار زي البيتزا زي الشاورما. صحيح. فمهم حكاية إن الشخص يعني الحمد لله المطاعم صار كثير في وعي كثير بتكتب السعرات، مهم إن أنت بتشوف لما تضيف هذه الإضافات قد إيش الكالوريز بتوصل في الشاورما هذه. تمام. عادة الشاورما اللي التقليدية بيكون يمكن تقريبا حدود 200 أو 170-180 تقريبا. تمام. طبعا يختلف حجمها صغيرة كبيرة، بس بالإضافات ممكن توصل لها زي البرجر. البرجر طبعا الكالوريز 600-700 توصل. أيوة. 600-700 برجر مع الوجبة توصل لها 1200. أيوة يعني أيوة. أنت بالتالي لازم تعرف أنه أنت لازم تشيل من الصباح علشان أنت إذا رحت أكلت وجبة زي كده في الليل. بالضبط بالضبط. أبغى أسألك من ضمن الأشياء، مثلا الأشياء اللي يأكلوها الناس، التمرة كم حبة ولا كم الحبة عادة؟ التمر أنواع أنا فاهم، بس يعني عادة في المجمل 3 حبات بتعادل حبة فاكهة تقريبا 60-70 كالوريز. 3 حبات بشكل عام تعادل حبة متوسطة من الفاكهة 70 كالوريز تقريبا. طيب والشوكولاتات؟ الشوكولاتات والله أنا جبت نموذج أوري أشرح لكم الكميات. أيوة بالله هاتي. أيوة. مشكلة عشان إحنا بنصورها أصلا. أيوة كويسة. هذه حننزلها تيك توك حيشوفوها. طيب. الناس. طيب تمام. الشوكولاتات طبعا كثير محلات صارت بتوفر السكر الشوكولاتة بدون سكر مضاف. فيها برضو سعرات، خلينا نقول زي هذه مثال، هذه 4 جرام. طيب. تمام. هذه فيها كراميل، فيها مكسرات، هذه فيها بدون ما أبغى الشركة بدون الشركة. هذه تقريبا فيها من 20-25 كالوري. هذه الصغيرة كويس. أيوة يعني كويس. أيوة. ما هي خلاص كثير. حبة. أيوة حبة حبتين ممكن. لو كانت بدون سكر مضاف بدون المكسرات تنزل 10 كالوري. يصير من 10-15 كالوري، ففرق. برضو ممكن الناس تيجي تقول 10 كالوري ما فرقت. طيب. لا هي 10 على 10 على 10. انت ما بتفضل فصل حبه شوكليت مره يعني دي ما تكفي. أيه. طب تبغى تاكل ثانيه خذ الخيار. أيه. خذ الدارك شوكليت بدون سكر مضاف. هو اصلا الشوكولاته تجيب السعاده. تجيب السعاده. ايوه سيروتونين. هي فيها سيروتونين كبير. اللحظات الصعبه لازم شوكولات. دائما اللحظات الصعبه دائما لازم شوكولات. انا في يعني في متاكد في ناس مره فرحانين بهذه الكلمه. في واحده من الاشياء اللي في الغذاء، في الغذاء الصحي اللي لازم نترحم منهم في الأسر، صحيح؟ إيش الأشياء اللي
ضد الغذاء الصحي اللي انت تبي تقولي قصدك عاده الغذاء أيوة. اللي تكلمنا عنها أيوة. يعني لا يعني معليش اتنازلوا عن مبدا الضيافه ده انك انت تفضل تملي في صحن اللي جنبك أيوة. الضيف او اولادك لما يجوا في تقوم يوم تغرف الجمعه له. أيوة. تغرف له لا ما اكلت اكلتك متغيره ايوه شايفك ما بتاكل أيوة. طبعا وطبعا تكون يكون الشخص محرج او بيفرح والدته او كده فياكل يفرحها أيوة. فتوقف عن الغرف للشخص اللي جنبك بكل بساطه ضيافتك هذه اللي زياده عن اللزوم اللي بتحط في الطبق هذا اللي بتضيفه معاكس لجوده الحياه انت ضد جوده الحياه انت ضد حياتي اصلا لما انت تغرف لي زياده عن اللزوم كذا كل شويه وتضطرني اني هذا وهذا ما اكلته صح وهذا أيوه. ما دقته ايوه لسه ما شفتك قربت من المحشي لسه ما شفتك الشخص يكون عارف مقسم يومه زي ما انت قلت أيوه. او بتاخذ ادويه وهي عارفه انه ما حينفع تاكل دي الاشياء خلاص يعني خلي اريحيه عند الناس انهم يكونوا مبسوطين في الجمعه بدل ما انت تاكله ويشتغل عليها طول الاسبوع يحرقها صحيح صحيح ومهم هذه حكايه انك انت تاكل حاجه مثلا قبل الوجبه الاساسيه زي السلطه هذه مهمه انك تقلل عليها السعرات لانك بطنك حتتملى صحيح طيب ايش كمان من الاغذيه اللي تشوفي مثلا انا خليني افتكرت لك مره ثانيه انا عندي مشكله اليوم حنوع لك كل الاشياء المنتو مقارنه بالسمبوسه عندي مشكله في المنتو باين كل شيء على حسب طيب المنتو والسمبوسه السمبوسه كيف برضو هذه ترجع لطريقه الطهي ايش حشوتها قلي. كيف أسوأ ايوه انا فاهم بس يعني هي ما زالت المنتو ينتصر على السمبوسه المنتو افضل نعم أفضل على البخار لو يليت بس طريقة اللحمة تكون مثلا اختيارنا للحمة المفرومة تكون بدون شحم مثلا تمام هذه قللت بدون شحم ما لا طعم بس بالمهم ما في مشكلة نحط بصل نحط أيوه. كمون نزود أشياء نخلي أيوه. طيب وغير كده كمان فكرة الأشياء اللي ما لها طعم خلينا نقول مثلا عندنا يعني المنتو يعني كصحيا يعتبر أفضل من السمبوسة المقلية تمام. أقدر أخلي السمبوسة صحية قلاية هوائية نوع اللحم اللي فيها أقلل المكونات اللي موجودة جوتها وأستبدلها بخضار مثلا تمام. خلينا نشوف الأجبان مثلا الأجبان برضو حكاية افتكرت لما قلت ما يصير لها طعم الأجبان القليلة الدسم في كثير ناس تقول ما لها طعم زي اللي زي كاملة. اللي كاملة الدسم طيب يعني أكيد من أول مرة ما حتتقبل بس صدقني لو أنت عرضت نفسك للجبنة هذه كذا مرة حتتقبل طعمها ويمكن حتى لما ترجع لكاملة الدسم حتشوفها ثقيلة على معدتك حتقول لا أنا ماني قادر أكلها هي الأجبان أصلاً الأجبان أصلاً سعراتها كيف عادة أنا عارف أنها برضه تختلف بس مثلاً لو أخذنا الجبل البيضة هي تعتبر سعرات قليلة أوكي قليلة الدسم حتفرق إيه؟ طبعاً عن الجبن العادي المعتاد إحنا دائماً لا أنا قصدي يعني مقارنة بالشدر مقارنة يعني لو بقارن الرومي بالشدر بالبيضة تفرق طبعاً خلينا نقول أحسن خيار أجبان إيه؟ بس الناس ما بتستسيغها لجبنة القريش الكوتج تشيز إيه؟ عالية في البروتين يعني خلينا نقول زي ملعقتين منها فيها 14 جرام من البروتين هي. والدهون فيها تقريبا زي صفر. واحد هي. زي واحد جرام يعني تعتبر ولا شيء نجي في خيارات هذا طبعا أفضل شيء نجي خيارات بعد كده هل طب ما أقدر أكل باقي الأجبان تقدر بس نأخذها خيار قليل الدهون عندنا تجي بعد كده اللي هي الشيدر تشيز هي. خيار بعد الكوتج أهم شيء تكون قليلة الدهون بعدين عندنا جبنة سويسرية كمان خيار أهم شيء كلها قليلة الدهون حتى في نسب الدهون المشبعة فيها تكون نسبيا أقل يعني الشدر أقل من الجبن البيض أفضل يعني أيوة. أيوه أيوه الترتيب كوتج تشيز أو الجبن القريش بعد كده حتجي الشدر بعد كده الموزريلا بعد كده الجبن السويسرية بس كلها نحط ببالنا أنها تكون خيار قليل الدهون. الدهون. أيوه. الدهون. طيب والأشياء اللي تنحط بجنبها مثلاً الزيتون وها الزيتون يعتبر علشان فيه زيت يعتبر عالي. يعتبر إلى حد ما بس مثلاً الزيتون الأسود أقل في السعرات بس الناس بتفضل الأخضر الأخضر أعلى نسبياً في السعرات 7 حبات تقريباً. هي عشان الدهون اللي فيها أيوة. كالزيتون نفسه ما في يعني ما في هذيك الكالوريز بس الدهون اللي فيه هل هو كان متخزن في يعني محفوظ في دهون أيوة. في زيت ولا كان في موية هذه كلها الأشياء بتفرق تمام في كميات السعرات طيب وبعدين من الأشياء اللي هي جدا مشهورة هي العصيرات العصيرات مليانة سعرات حرارية على حسب
يعني إيش اللي على حسب؟ على حسب. طبعا كخيار أفضل شيء اللي هي العصيرات الفريش، أفضل شيء، أقل سعراتها من غيرها وعالية بالألياف. ممتاز. ما هي أقل سعرات، لا هي نفس السعرات. تمام. يعني أنا لما أخذ عصير فريش أو معلب بدون سكر مضاف تقريبا بيكونوا نفس السعرة إذا هم بنفس الكمية، بس الأفضل اللي يكون الفريش عشان الألياف اللي فيه، إلا إذا كان العصير المصنع فيه تركينه باللب تبعه أوكي هنا ممكن يكون نفس الشيء، بس الألياف اللي فيه مرة ممتازة. ممتاز. كمان في حاجة مرة مهمة أحب أنبه، في ناس لما يقولك أنا ما هأكل الفاكهة هشربها عصير، فتلاقيه مل العصير كله. أيوه. الكوب صحيح. أقصد لا، الحبة الفاكهة اللي أنت تبي تأخذها هي بنص الكوب، بنص فلازم الكوب فلازم تنتبه. أيوه طبعا، لأنه انفرمت في أو انخلطت في الخلاط فتصير نص. في ناس تفكر أنا لا الكوب هذا هو حبة فاكهة، لا انت كده لما تاخذ الكوب الكامل كانك اخذت حبتين، وكده انت تكون مثلا محاسبها. ايوه زودت عدد السعرات. ايوه، وهو حقيقه السعرات اللي موجوده في البرتقال اعلى من التفاح، اعلى من هذا، ولا هي ما هي كذا؟ لا ما هي كذا، تقريبا كلهم زي بعض، تختلف. اذا لقيت شيء مختلف فهو يكون مثلا بحسب حجم الفاكهه اللي استخدمت. طبعا لو كان البرتقال حبه كبيره والتفاح صغير اكيد حيختلف الكالوريز. تمام. بحسب الاضافات، لكن عموما الفاكهه حبة البرتقال تساوي حبة التفاح تساوي في السعرات حجم متوسط. بس مو الموز أعلى حجم متوسط. أيوة المتوسط. بس عشان قصدي الموز فيه كربوهيدرات أكثر. لا في عناصر مختلفة عن الباقين، بس السعرات نفسها. حجم متوسط. أيوة. من الموز بيعادل حجم البرتقال التفاحة، حجم التفاح. البرتقال 70 سعرة صح؟ تقريبا 70. الموز 70. أيوة 70. الموز 70. في يعني هذه علشان الناس تقدر يعني تحسبها. أنا دائما أقول للناس إنه كون إنك يعني أنا بس بأنقل تجربتي الشخصية، ممكن دحين أحد بيسمعنا يقول أنا فاضي أحسب كل اليوم، بس والله العظيم أنا والله مرة أشياء تغيرت في حياتي مرة كثير من يوم ما بدأت أعرف هذه كم. خلاص ترى هي أسمع تتعب فيها لمدة 3 أيام 4 أيام أسبوعين شهر، يا شيخ شهر تتعب فيها إنك تتعبال ما تتعلم كم سعرة موجودة في هذه الأشياء. بعد كده حتبدأ تهندس يومك. هي الناس ما هي قادرة تتخيل إنه 2400 ترى تسوي لك يوم طيب، يعني تقدر تأكل الفطور وغدا وعشاء مو بطال بأي حال محوال مشبع، تقدر تروح مطاعم، تقدر تسوي أشياء كثيرة، بس إنك تبدأ تصير شاطر تعرف أي واحدة. أنا والله العظيم أقول إنها شهر بالكثير وإنت تقدر تعرف، بس خلي عينك دائما في المطاعم على السعرات الحرارية الموجودة، وإنك أنت تعرف أنت تحتاج 2000 تبغى تخس، تبغى أقل من 1800 وتتحرك وتعرق عشان تخس. بالضبط. لكن حقيقة والله الحساب حقها ما هو صعب، وفي ناس كثير من حتى كبار السن. أيوه. يقولوا إنهم هم ما يأكلوا، هم حقيقة بيزيد وزنهم عشان بيأكلوا. عشان بيأكلوا ما بتحرك. أيوة. يعني قديش هو طبيعي إنه كبار السن يا دكتور نسرين إنه يعني يزداد وزنهم؟ في الحقيقة مو مرة طبيعي ترى إنه كبار السن يزداد وزنهم، لأنه مع كبر السن يعني المفروض الأشخاص يأكلوا كمية أقل، حاسة التذوق عندهم تقل ويأكلوا كميات أقل وتعرضهم مثلا لأكلات الخارجية أقل، لكن إحنا بنشوف في مجتمعنا البدانة كمان بتزيد. ليش؟ لأنه حركة تقل، ولأنه في عزومات كثيرة في البيت، ولأنه طبيعة طبيعة الأكل ما يراعوها لما يجوا يسووا مثلا حفلة أو يطبخوا في البيت، ما يراعوا كبير السن، فبالتالي تلاقي بياخد أكثر من حاجته. في كل بساطة كبار السن المشكلة حقتك حركة، وليست إنك تقول أنت ما بتاكل، مشكلتك يزيد وزنك علشان كمية الحركة اللي أنت بتسويها وكمية العرق اللي أنت بتفقده. حنطلع لأذان العصر ونرجع مرة. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم مرة تانية للغذاء. إن شاء الله إننا ما كن صعبناها عليكم على حكاية الـ 2400. الآن دكتور أشوك خلينا ندي
تقريبا يوم، اديني يوم في 2000 كالوري 2300 مثلا حاجة الإنسان. طيب. اديني من الصباح انا ايش ممكن كذا تقريبا؟ طبعا 2000 ل 2300 كمية ما شاء الله يعني كافية ان احنا نوزعها بشكل كبير. خلينا ناخذ مثال الافطار، ممكن طيب. نقول حبتين بيض مع ملعقة لبنة مع نص عيش مع خضار تقريبا، هذا طيب. بالنسبة هذا للإفطار. بين الفطور والغداء ممكن حبة فاكهة أو حبتين فاكهة في مجال إن الشخص، أو مثلا حبة فاكهة وشوكولاتة، حبة فاكهة وشوكولاتة تمام مثلا. الغداء عندنا بعد كذا الغداء ممكن نقول ربع أو نص دجاج، لأنه في مساحة إن إحنا نزود نص دجاجة. نحاول أنا من بقول هذه الكميات دائما نخلي في بالنا إنها تكون بشكل صحي. أيوة صحيح، يعني نقلل الزيت قدر الإمكان، نقلل الأشياء اللي أيوة. فيها، لأنه إحنا نبغى نستفيد من العناصر الغذائية اللي في الأكل بطريقة صحية، ما أبغى أضر نفسي ألاقي فجأة الكوليسترول طلع الدنيا كلها أيوة. ضربت نص دجاجة وشوية أيوة. ملوخية وصحن رز فيه 10 ملاعق تقريبا أيوة. ودائما نفتكر موضوع الخضار مرة مهم عشان الألياف اللي فيه والعناصر الغذائية اللي فيه. بعد الغداء ممكن إذا الشخص يحب يعني ثلاثة حبات شابورة مثلا بعد كذا العشاء شاورما، خلينا نقول كمثال بما أن حبتين تقريبا حبتين شاورما، هذا كله يسوي لنا 2000 يعني، بس علشان يبغى نقول للناس بالضبط الـ2000 ترى مية صعبة إنها تصير، الـ2000 تقدر تسويها بكل بساطة. يعني حتى لو أخذ نص مشوي في الليل طبق مشوي برضو يستعيد عن هذه، يستغني عن مثلا الشاورما. لو انت قللت الصوصات اللي موجودة في البرجر وأكلت نص برجر وأكلته بدون عيش كمان تقدر تستعيد عنها. في أشياء كثيرة أنت تقدر تسويها بالزبط. في الليل تونة، في أشياء في تونة فول مثلا، الفول. لبنة جبنة، هذه كلها بديل عن البروتين مثلا. هي المشكلة بس في الكميات، قديش أنت بتحطوا كم ملعقة تبدأ لازم تتعود على حكاية الملاعق صح؟ بالزبط. الخمسة السبعة الملاعق لازم تبدأ توزنها بالضبط، تعرف البديل 2 ملعقة من مثلا اللبنة تعادل كم بالضبط من الجبنة، واحدة شريحة شريحتين الجبنة وهكذا. تمام. طيب دكتورة نسرين، الناس اللي يكونوا كبار أو بدأوا يكبروا في السن، هل التعويض حق الفيتامينات دحين كلهم على فيتامين د وب وهذا هو يبغى لهم تعويضات؟ أنت دكتورة شو كلنا يعني حنناقش. طيب التعويضات أيوة أنا ماني ضده، وما أعتقد في عندنا كمان دراسات كافية تقول إنه كبار السن يحتاجوا للتعويضات اللي إحنا نقول عليها سبلمنت أيوة زي مكملات. طيب نجي على حسب نظام يومهم وإيش بيأكلوا نديهم تعويضات. طبعا. لكن مهم جدا ومهم يكون عندنا وعي، لو شفت كبير في السن وزنه بينقص هذه ما هي علامة جيدة. تمام. نقصان الوزن في كبار السن تخلي التحكم في الأمراض المزمنة أسوأ، ولقوا أنه سرعة الوفيات لا سمح الله في أن كبار السن اللي ينقص وزنهم اللي يصابوا بالأنوركسيا أسرع، فهو مؤشر خطير لازم ننتبه له. تمام. حتى في عدم وجود أورام. طيب. فنستخدم المكملات الغذائية. حلو. المكملات الغذائية هذه حسب وضع الشخص وحسب إذا عنده سكر ما عنده سكر، هنزود له بروتين هنقلل البروتين، لأنه تعرف كبار السن الآن عندنا مشكلة، أول شيء شهية ممكن تكون أقل. أيوة. تاني حاجة نوعية الأكل تتحط على السفرة ممكن ما تناسبهم. فأنت إيش قصدك بالتعويضات؟ إيش بندي لهم عادة؟ أيوة أنا أنت دكتورة. يعني إحنا اللي نعرفه دائما لما الشخص ما عنده نقص لفيتامينات معينة أو معادن ما في داعي إنه يروح يأخذ مكملات، هذا الأشخاص اليونج بيبول أو الناس الشباب يعني. تمام. كبار السن حتى لو التحاليل أظهرت إنه ما عندهم أي نقص هو لسه يحتاج، يعني هذه من الجايدلاينز الأوروبية والأمريكية، مهم إن إحنا نعطيهم أشياء عشان بس نمنع نوع من المحافظة على كميات العناصر الغذائية والمعادن. طبعا إيش أكثر أشياء ممكن يتعرضوا لها ويحصل لهم نقص فيها أو نركز عليها في حكاية إن إحنا نعطيهم مكملات فيها؟ هي الحديد، فيتامين دال، الكالسيوم، لأن هذه مع الوقت إلا امتصاصها كفاءتها في الجسم تضعف، فهذه الأشياء نعطيها كمينتنس، ما نعطي كميات كبيرة إذا ما في نقص، نعطي شيء بس بنحافظ عليه مثلا زي 1200 ملي جرام من الكالسيوم كمثال يعني. طيب أنا بس أبغى أسأل، في ناس كثير من كبار السن وصغار السن يتألموا من أخذ الحديد، فين أقدر ألاقي الحديد؟ حبوب الحديد تتعبني. أيوة. فين أقدر أخذ الحديد هذا كمية الكافية؟ كأطعمة. أيوة. خيارات أطعمة عندنا الخضار الورقية، عندنا السبانخ، عندنا الرجلة، عندنا المكسرات كمان فيها حديد وفيها ألياف، هي فكرة التمر. التمر كمان فيه حديد. فكرة أنك تنأخذ من الأكل أو تركز عليه في الأكل أفضل عشان ما تصير المشاكل اللي تنأخذ من المكملات. وأقدر أعود كمية كفاية حقت المكملات؟
تقدر تعوض، بس احيانا كبار السن المشكله مو بس في الكميه، الامتصاص ما بيكون بالكفاءه زي الشخص العادي، الادويه احيانا تاثر على الامتصاص، فعشان كذا احنا نضطر نعطي نوع من كميه بسيطه من الحديد كمكمل. كمكمل. بعدين عندهم الفيتامين د وفيتامين ب والكالسيوم. والمغنيسيوم احيانا نحتاج وبنشوفها كثير ناو، المغنيسيوم نقصه من الحاجات اللي تسبب آلام في العضلات وضعف. نقص المغنيسيوم. حتى لو طلع المغنيسيوم يعني طبيعي بندي لهم مغنيسيوم. بتديهم مغنيسيوم اللي هم يحتاجوه في يومهم. لكن الحاجة اللي الدكاترة الحين حتى ما يدوروا عليها إنه ما يسووا مغنيسيوم ليفل. طيب تلاقي كبير السن رايح جاي بيسوي له فيتامين دال وكالسيوم يقولوا له طبيعي ويقول لك آلام وعضلاته ضعيفة ومش عارفة، تلاقي المغنيسيوم ناقص. تمام. مغنيسيوم مرة مهم. المغنيسيوم العضلات. حتى الزنك مهم. ممتاز. يتشيك عليه. طيب دكتورة نسرين، أنا دحين من ضمن الأشياء حقت كبار السن دائما يجي قلق في العيلة إنه يكون يعني الإنسان بدأ في عنده يكون عنده باركنسون ولا ألزايمرز. أنا أبغى أفرق ما بين الباركنسون ولا ألزايمرز، وكيف أنا أشك إنه الشخص اللي معايا ممكن يكون بدأ عنده باركنسون ولا ألزايمرز. أيوة. الباركنسون اللي هو مرض الشلل الرعاش، كيف نشك؟ هم الاثنين يشتركوا الباركنسون والألزايمر في صفة إنهم هم شيء يأثر على خلايا الدماغ فيسبب موتها، باختلاف المكان. المكان تمام. اللي يأثر فيه الباركنسون السبستانشيا ناجرا في مكان مختلف في الدماغ. تمام. ولما يبدأ الألزايمر يبدأ في الفص الصدغي أو فيكون الخلفي يعني. البرايتل والتمبرالو. تمام. طيب ففي البداية يكون التفريق بينهم سهل لأنه الأعراض تكون مختلفة. كيف؟ إيش الفرق ما بين باركنسون والزايمر؟ لو لاحظنا الأب أو الأم أو كبير السن بدأ عنده بطء في الحركة، بيطيح كثيرة، في رعشة، نفكر في باركنسون، لازم نعرضه على دكتور. تمام. بس ذاكرتهم تكون كويسة. ذاكرتهم في البداية تكون كويس. ممتاز. طيب لاحظوا انه من اعراض كبار السن العاديه لما الواحد يتقدم في العمر حركته تصير بطيئه، بس الوالد والوالده الان ابطا، او لما يجي يلف. انا بيجوني ناس العياده انا ما اصدق، اسالهم اقول لهم انت كيف ساكت كان بيمشي كده، يقول عشان ما يمشي بشويش. تلاقي هذه الجيت الرجوع حقته مساكين صغيره وماشي بيسحف رجله ما حد منتبه، وانت ما انت منتبه في العيله انه ابوك عنده باركنسون. غيرت المشيه، صار سقوط غير متوقع، بدأت يده تترتجف، ما هو قادر يتحكم فيها إنه يفتح أدويته وما أدري إيش. هذه لازم نلجأ لدكتور عشان نشوف إنها باركنسون. عشان نشوف حتى مسألة الرعشة هذه تعتبر متأخرة، يعني أنت بتنزعجي لما يجيك في هذه المرحلة. بالضبط. إيش المرحلة الأولى اللي أنت من جد تبغين تتمني إنهم يبدأوا فيها، لأنهم في دواء يقلل من إنهم يتطور الموضوع؟ طبعًا إحنا الغرض من الأمراض المزمنة إننا نتحكم في تطورها. أيوة. إنه حتى لو حيحصل تدهور خليه يأخذ فترة طويلة إلين ما يحصل التدهور. تمام. هذا أنا أقول أول ما يبدأ كبير السن يتغير طبيعته العادية وحركته ليونة وسرعته في الحركة، خلينا نعرض على دكتور. على دكتور. ممتاز. لأنه أنتوا بتفحصوه تقدروا تبينوا إذا كان عنده ولا ما كان عنده. أيوة. وطبعا يساعدونا مرة حقون العلاج الطبيعي، التخصص ده مهم جدا لكل طبعا فئات العمرية، لكل فئات. صحيح. لكن كبار السن أكثر يخدمهم. طيب الألزايمرز كيف أشك إنه ألزايمرز؟ الألزايمر لما يبدأ ينسى، لما هو اسمه بالعربي يعني نوع من أنواع الخرف. الخرف. طيب. وما أحب القاموس الطبي يسوي عته، أنا ما أحب أقول دي الكلمة. تمام. طيب. ما فيش. أيوة. فهو اسمه الخرف. تمام. لما يبدأ يصير في مشكلة في الذاكرة لو بسيطة. كيف كلنا عندنا مشكلة في الذاكرة؟ مثلا الأب والأم يتصل 4 مرات 5 مرات في اليوم، يعيد نفس الحكاية كأنها ما حصلت قبل كده، ما يفتكر إنه اتصل. أيوة. قلت أنا متعود على أمي وأبوي يتصلوا بي كل شوية. لا طب متعود، لا هذه لازم تلجأ للطبيب تدور عليهم. تمام. يعيدوا الكلام كثيرة. يعيدوا نفس الكلام. يحبوا يعيدوا الحكاوي. لما ليش لسه حتى إحنا كل ما كبرنا ترى أولادنا يقول ماما حكيتيني، بس لما أعيدها بطريقة نمطية مرة ويصير أكرر السؤال كذا مرة كأني ما سألته قبل شوية، هذه يكون في عندنا مشكلة. تمام. صعوبة الكلام كمان، تغير الكلام مرة مهم. الناس يستنوا كبير السن تلاقيه مسكين إحتاس بده يعبر عن شيء يبغاه، وهم ما هم منتبهين انه ده مرض. احنا نسميه word finding problem. هذه من الاشياء اللي مره تظهر مره مبكرا اللي ممكن نبدا علاج والمريض يعني بحول الله انه تتاخر التدهور. ممتاز. اللي هو صعوبه ايجاد الكلمه. ايوه قدرته على التعبير. فجاه لقوه ساكت
يسيبوه ساكت، ما هو قادر يتكلم، ما هو قادر يعبر عن نفسه، أو مثلا عصبت، يقول لك كانت بتكلم الداتا حقته فجأة عصبت عليها، لأن هي مو قصدها أنها تعصب، هي ما هي عارفة تقول الكلمة، نسيت. جيبي لي مثلا المشط، يلاقيها تبي تعبر تبي تعبر تبي تعبر، بجيب كلمة المشط ما هي راضية تجي. بالضبط. تغير سلوك كبار السن هذا مو لوحده يقول مرض نفسي، احنا كل شيء بعلقوه انه صاروا عصبيين وصاروا كبار، ممكن يكون مرض في الأنسجة العصبية اللي بتخلي الإنسان يعبر، يتكلم، يتواصل، يتحرك. تمام. فهذه الأشياء الاثنين هم في الأخير الباركنسون والألزايمرز ممكن أنهم يتطوروا إلى عدم الحركة. أيوه. وعدم القدرة على الذاكرة الاثنين. الاثنين ليه؟ لأنهم مرض يقضي على خلايا أمراض الدماغ، فهو يبدأ بالخلايا والمكان فتعبر عنها بالمكان المصاب، لكن بعد كده في الحالات المتقدمة تقريبا الدماغ يصير في معظم الأماكن مصاب، فتلاقي عنده صعوبة في الحركة. برضو الناس اللي عندهم ألزايمر يجيهم صعوبة في الأخير في الحركة، عدم ليونة في المفاصل، ما يقدروا يعبروا، ما يقدروا يبلعوا، نفس حكاية الباركنسون. طيب تمام. لو أنا دحين جيت، يعني أنا شخص قاعد أستمع له دحين أقول طيب أنا أبغى أسوي 1، 2، 3 بعض الأشياء اللي جدا أنت مهمة معروفة في الأبحاث تقلل من إصابة الشخص بالألزايمرز ولا بالباركنسون، هذه متعارف عليها، أنا عارف إن ممكن إننا قلناها في الحلقة بس نبغى نجمعهم كلهم مع بعض الآن. أيوة. الأشياء اللي متعارف عليها إن هذه راح تقلل حصول الباركنسون والألزايمرز. طيب التحكم في الأمراض المزمنة. أيوة. يقلل من حدوث، يعني يحتاج السكر يكون والضغط والدهون، السكر والضغط والدهون. أيوة. يكون سكرك التراكم أقل من 7 والضغط حقك يكون اللي عالي فوق أقل من 140 والدهون كمان تتحكم فيها. نتحكم. تمام. التحكم. طيب. في الأمراض المزمنة رقم. طيب. 2 إصابات الرأس، إصابات الدماغ والرأس، الخبطات المتكررة هذه، الحوادث حقت السيارات هذه لقوا إنه لها علاقة كبيرة إنهم بعدين يصير لهم الزهايمر. طيب. في أمريكا كانوا بتكلموا عن الفوتبول بلاير اللي هم اللي يسووا الكرة الأمريكية. أيوة. هذه خبط على الرأس، لقوا إنهم لما وصلوا الكبار، وصلوا للسن الكبير بدأ يصير عندهم نسيان والزايمر. ممتاز. طيب الوقاية منها، طبعا إحنا نتكلم عن وقاية خبطات الرأس، كمان نتكلم عن حزام الأمان والسيارة. ممتاز. والوقاية من السقوط. تمام. طيب. وكمان حكاية السقوط هذه هي عندكم حاجة فيها مرة كويسة، إحنا واحدة من الأشياء اللي عندنا فيها مشكلة مرة في البلد في حكاية هذه، حكاية الوضوء ورفعة الرجل، هذه مخالفة لكل جودة الحياة جدا، إنك أنت ترفع رجلك علشان تتوضى هذه مخالفة للحياة. دائما دائما أنتوا تركزوا على أشياء تانية لازم كل بيت يحلوها بطريقتهم، صح؟ بالضبط. أيوه. إيوه. يعني أنا أقول لهم بدل ما يرفع رجله جيبوا له الأشياء، حتى دحين في الحاجة اللي تغسل الرجل. أيوه. وهو واقف وهو جالس وممكن حتى يبخها بشوية موية وخلاص. ترى مو لازم الوضو، يعني أنت أعرف أنه. أيوه. مو لازم الشخص يكون مرة متوج لدرجة أنه يتزحلق ويطيح. صحيح. مو لازم يرفع رجله عشان يغسلها. نقدر نسوي دي الأشياء. أنا قالوا لي حتى في بعض الناس قالوا يعني أنكم تقدر تحط هذا الكروانة البلاستيك الكبيرة. أيوه. وتحط رجوله جوتها وتكون هو جالس على كرسي وبعدين تغسل رجوله، لا عاد يرفع الرجول رفعتها جدا سيئة. أيوة طبعا طبعا، لأن شو قديش يرفع رجله عشان يقدر يغسلها وبعدين يكون المطلوب منه مطلوب إنه يتوازن على واحدة رجل. أيوة. صحيح. وحتى عليها هذه أبحاث إنها إذا لا سمح الله يعني طاح وانكسر هذه تقلل العمر بحول 2 تقلل العمر، تقلل جودة الحياة. ليه؟ لأنه يصير عنده بعد كده خوف إنه يتحرك ويبدأ يصير عنده مشاكل صحية تانية، منها مشاكل الجلوس، قروح الفراش، الاكتئاب، عدم. ممتاز. الخروج. فأنت بتتكلم عن حاجة تخلي البني آدم شخص آخر، يقولك بعد ما طاح دي الطيحة حتى بعد ما جبروا له وهذا ما رجع زيه. طيب هذه 1، 2، 3 رقم 4 عندنا أنت قلتي الألعاب، الدماغ. lose it or lose it. يا هي. إما إننا نكمل نتعلم لغات جديدة، بلاش نتعلم لغات جديدة، نحافظ على الموجود، نقرأ نلعب. نحفظ إيه. قرآن نحفظ. الناس اللي أهاليهم يعني يبغوا يحفظ قرآن شجعوا بشكل مرة كبير عشان هو يقلل من احتمالية إنه يجي لك الزايمر. اللي بيلعب بلوت كمل لعب البلوت. إيه. اللي بيلعب أرقام كمل اللعب جدا مهم بالنسبة عشان يقلل
كمية إنه يحصل لك الزايمرز ولا باركنسون. والأنشطة الاجتماعية لا تعزل نفسك. الأنشطة الاجتماعية كمان تقلل هذه نسبة علمية. طبعاً طبعاً أيوة. طبعاً أيوة. سوشيال نتوركينج هذه لها علاقة كبيرة بدعم أنشطة الدماغ، لأنك أنت طول الوقت بتحفزه يشوف فلان ويخرج وغير جو ويتكلم ويتفاعل. تمام. في النصيحة لكل شخص يعني عنده حد من والدينه حوالينه، بنأكد على التشخيص المبكر يفرق معاكي مرة كثير وانت في العيادة، صح؟ جدا. لا تهملوا أي تغيير في وضع كبير السن، في الحركة أو في الأكل أو في الانخراط الاجتماعي، بدأ يصير منعزل، هذه يمكن يكون لها أسباب خطيرة جدا. ولازم الكل يفهم إنه هذا دحين صار تخصص دقيق أصلا عند الأطباء اسمه كبار السن، فوجودهم من بدري وتشخيصهم بيديهم علاج يمنع بإذن الله تطور الحالة، صحيح؟ أكيد. للمرضين؟ للمرضين. للمرضين في علاجات. للمرضين. بكل بساطة إحنا اليوم بس بنقول لك إنه جودة الحياة حق من حقك، حقوق لك، حق على نفسك إنك تعيش بدون ما تكون تعبان بقية حياتك. تذكر إنه العمر حق 50 أنت لسه في منتصف العمر، فأبدأ أبني كيف حتعيش 50 الثانية بإذن الله. مو مهم إنك أنت حتعيش 50 ولا حتعيش 40، بس المهم إنك تعيشها وإنت مبسوط. تذكر والله يخليكم في نهاية الحلقة إنه أي تغيير على واحد كبير في السن سواء في حركته أو في كلامه أو في هذا يستدعي إنك أنت تروح لطبيب مختص في كبار السن، علشان تذكر إنه في أدوية تمنع تقدم المواضيع. والدكتور شوق تقول لكم ترى 2400 ما هي كثير، ما هي قليل، يمديكم إنكم تنظموا أكلكم. تذكروا الدكتورة نسرين والدكتورة شوق يقولوا لكم كبار السن الأشياء التعويضية من فيتامينات ومعادن مهمة جدا. نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.